المساحه بتاعتي فيه. يعني في الهدار الهيدروليك جامب بتحصل في الداون ستريم، فبياخد مساحه الداون ستريم اللي بتحصل فيه الهيدروليك جامب. كذلك برضو في القناطر، قناطر الهيدروليك جامب بتحصل فين؟ بتحصل عند الفتحات في الداون ستريم بعد البوابات، بياخد مساحه المنطقه اللي بيحصل فيها الهيدروليك جامب. في حاجه تانية يا اسلام غير الاثنين دول؟ هتابع الورقة هندسة وأرد عليك حالا. طيب ماشي. النهارده يا شباب هناخد خدنا المره اللي فاتت القناطر، قلنا هي عباره عن شويه نظري في الاول، او انك تعرف ان يعني ايه قناطر، فايدتها ايه، بتتكون من ايه، ارسمها ازاي، بعد كده ازاي اصممها. بدأ خدنا السكشنين اللي فاتوا اصممها هيدروليكيا ازاي بالتفصيل الممل زي ما بقول. النهارده ان شاء الله، والسكشن اللي هو دلوك عندي كمان سكشن نص ساعه او ساعه حسب اما نخلص النهارده ايه، هناخد في ايه التصميم الانشائي لباقي اجزاء الانطره. كنا السنين اللي فاتت بندي التصميم الانشائي الانطره دي في عليها كوبري، وفي بوابات، وفي وينش، وفي عمدان بتحط عليها بتشيل الاوناش دي. ده كله اتلغى من عليك، يعني ده يعني انت اتلغى من عليك تصميم الكوبري على حسب بقى هو سلاب بريدج ولا جردر بريدج، واتلغى من عليك كمان تصميم البوابه، ده كان ستيل بحت، ده كان بقى تحليل، وكان فيها كان فيها والله دوشه جدا. يعني القناطر لوحدها كانت بتاخد في اكتر من 6 محاضرات، فجت يعني في صالحكم وربنا ان شاء الله عدى على خير. فده كله اتلغى من عليك. فاللي هيحصل دلوقتي كالتالي، ان حمل الكوبري ده كنا بنحله زمان في تالتة مدني، ونطلع له الرياكشن بتاع الركيزة اللي بتنزل على البغلة واللي بتنزل على الحيطة. فدلوقتي حاليا هيبقى الجديد بقى ان هيديك حمل الكوبري على طول، وهيديك الرياكشن كمان اللي بيجي على البغلة وعلى الحيطة. وكذلك برضو القوة اللي بتأثر بيها البوابة في مكانها فين، ونعرف مكانها فين، ده أول حاجة. بعد كده هنصمم البغلة نفسها بقى، احنا صممناها كأبعاد، هنصممها بقى إنشائيا. يعني إنشائيا يعني الأحمال اللي عليها، بالتسليح اللي عليها، طريقة التصميم هتكون إيه. بعد كده هنصمم وهنشيك هل الخرسانة بتاعة البغلة تقدر تشيل الأحمال دي ولا لأ، هنقارنها بالإف سي وليس بالبيرنج كاباسيتي، زي السكاشن اللي كانت فيه الهدارات اللي هي السكشن اللي ما بين الكريست والفلور. بعد كده هنصمم اللي هو آخر حاجة اللي هو قاعدة الأنطرة بالتسليح بتاعها، وفي مثال على الكلام ده كله. فعشان ميبقاش كمية كبيرة جدا فبدأنا بدري، بالإضافة إلى لو الناس خلاص زهقت ومش عارفة خلاص مش قادرة تستوعب أكتر من كده، هنكمل إن شاء الله ومش هنطول إن شاء الله. بس أهم حاجة الناس تذاكر أول بأول، ما عادش في وقت الدلع يا جماعة. النهاردة 26، يعني فاضل بكترها أسبوعين 2، ويا ريت لما تاخدوا محاضرة يوم الثلاث اعرفوا فاضل لكم كام محاضرة. ماشي يا شباب؟ ماشي يا إسلام؟ هو باشمهندس هو نزل بس المحاضرة بعد 9 اللي هي المفروض بتاعت النهاردة ديت 10 و11. مش فاهم يعني نزل محاضرة ولا لسه؟ في محاضرة نزل لكم؟ المحاضرة اللي فاتت اتشرحت تمام كانت رقم 9، تمام. فبعد كده نزل بعدها يعني هو لسه ما اتشرحتش 10 و11، فمش عارف الدنيا هتمشي ازاي. يعني في محاضرة 10 وفي محاضرة 11 الدكتورة نزلتهم لكم؟ امتى؟ يوم ما نزلت المحاضرة 9 يعني الدكتورة أساسا أنا على حد علمي هي تعبانة، وربنا والسرعة تعدي على خير. يعني أنا حد علمي اللي أعرف ليه تعبانة. وربنا يعديه على خير والله. هندسة هو باشمهندس محمد ادريس هو اللي كان شرح المحاضرة اللي فاتت. ما لو هي لسه ما قامتش من التعب وكده، فغالبا هو اللي هيشرحها برضه. ما علينا، هو هناخد ربنا دلوقتي يستر والله هندسة، يعني الفكرة ان المحاضرة يعني اتنقلت في مفيش يعني. انا عارف عشان كده انا يعني ناخد الحاجة النهاردة واحدة واحدة بالراحة، أو بالراحة أو يعني فيما تتخيلهم. يعني هناخد إيه النهاردة بقى؟ تصميم أول حاجة هو ديزاين أوف بير، من أول الكونكريت دايمنشن بتاعتها. أفكركم بقى سريعا، كونكريت دايمنشن التخانة بتاعة البغلة هي هياها نص القطر اللي هو الآر،
مش هي يعني بسميها اوقات بتسميها تي بي، وقت في ناس بتسميها الار اللي هي التخانه او السيكنس بتاعه البغله على حسب هي خرسانه مسلحه. فالار ديت او التي بي الاس على من 5 ل 10، باخد رقم متوسط بين الاثنين. الاس دي عرض الفتحه بتاعه القنطره، الهمة تكون خرسانة عادية، وهو بيطلب مني في السؤال أو بيعرفني في رأس السؤال الناس تقرأ السؤال كويس، هل عايز البغلة خرسانة عادية ولا خرسانة مسلحة؟ لو خرسانة عادية الأرض بتساوي من الإس على من 3 لـ 4. طبعا لازم في الخرسانة العادية لازم تكون التي بي أو الأر أكبر من المسلحة، لأن هي بتقام هي بتشيل لوحدها، مفيش حديد بيشيل معاها. اللي بعد كده الإتش بتاعت البير الأكبر من حاجتين اتنين، الواي أبستريم زائد نص، او الرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص واحد. لو قلنا الواحد ديت عشان الرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص واحد، قلنا الواحد دي عشان السمك الكوبري، السمك الكوبري غالبا بيبقى نص متر زائد التشطيب اللي عليه من سن من دشوم من اسفلت من الكلام ده كله، بيقول لك ناقص 1 متر غالبا. اوقات الواي ده الواي اب ستريم دي لو الصح بتاعها والدقه بتاعتها انك اما تيجي تشيك اتش الاوبل مثلا طلعت معاك مثلا ب 9 سم، تقول واي اب ستريم بتساوي الواي داون ستريم زائد ال 9 سم دول. طب ما فيش اي معلومات عنها دلوقتي، يبقى بتحطها الواي داون ستريم ده للتسهيل يعني. في ناس بتحطها على طول واي داون ستريم للتسهيل مش اكتر، بس الصح بتاعها اللي هو الواي اب ستريم بتساوي الواي داون ستريم زائد الهيدنج اب. ده دي دي اللي هي البغله نفسها. طب البغله ديت من انهي سيكشن او من انهي قطاع؟ البغله دي من سايد فيو، كانك شايفها من الجنب بتاع الترعه. وقلنا البغله او الانطره بتاعتي بشوفها من 3 حتت، اول حته من بلال من فوق، تاني حاجه من السايد فيو بتبان بالشكل ده، تالت حاجه الاليفيشن وعرفك بشوفه ازاي في الرسمه اللي جايه بعد كده. نراجع تاني سريعا، البغلة ارتفاعها الاتش بير اهي، في كوبري محطوط مش في النص، هنشوف بنجيبه السنتر بتاعه منين والمسافة من بين السنتر بتاعه والسنتر بتاع البغلة عشان احتاجه. نبدأها من الأول خالص كده، في أول حاجة عندي هنا ار على 2 اللي هي نص القوس، مش فيها لو أنا رسمت البلان تحتها من السكشن اللي فات كان في نص قوس قبلها، اللي هو مسافته ار على 2 اللي هو مسافته نص القطر. بعد كده بمشي 1 متر، بعد كده سمك البوابة الثانوية تبقى 4 من 10 متر، بعد كده بمشي 1 متر، بعد كده سمك البوابة الأساسية تبقى 6 من 10، بعد كده المسافة ما بين البوابة الأساسية وأول الكوبري باخدها من متر لمتر ونص، وغالبا بتبقى متر ونص. بعد كده عرض الكوبري، وعرض الكوبري لآخر مرة هفسرها، عرض الكوبري اللي إما يديهولك على طول مرة واحدة، عرضه كله اللي هو يشمل المسار اللي بيمشي فيه العربيات اللي هو عرض البلاطة زائد الاتنين صيدوك، ممكن يديهولك كله مع بعضهم مثلا ب 10، ممكن يفسرها لك إزاي، يقول لي عرض البلاطة مثلا ب 8 والصيدوك كل جنب فيهم ب 1، ماشي. الناس ما تغلطش في أرقام زي دي. المسافة بعد كده من أول الصيدوك أو من أول طرف الكوبري لحد البوابة الثانوية بتاعة الصيانة اللي على اليمين مسافتها 1 متر، بعد كده عرض الجروف 4 من 10، بعد كده المسافة من أول البوابة الثانوية لحد القوس بتاع البغلة اللي بره 1 متر، بعد كده نص القوس مسافته ار على 2 اللي هي تي بي على 2 اللي هو سمكه على 2. الحتة دي مكتوبة من كود النوت اللي بعدها ديت اللي هو عرض الجروف بيحسب من الكود على حسب الأسباب. أنت مالكش دعوة بالكلام ده خالص عشان ما تتطرقش له، انت اعرف اللي في البوابه الرئيسيه اللي هي المين باخد 6 من 10، في البوابه الثانويه باخده 4 من 10. معايا احمد يا كامل؟ احمد كامل واضح الناس لسه نايمه. طب لا لا يا هندسه، معاك طيب ماشي. شغالين بس بيكسروا في الشارع، فكنت ببص في الشباك. بص من الشباك حلاوتك. لا والله عشان اشوف بس هيخلصوا امتى عشان اعمل الدوس. طيب ماشي. الرسمه دي او اللي بعدها دي ايه؟ دي نفس اللي فاتت بالظبط البغله، بس انا بيفسر لك ال ال افكتيف بالظبط جت منين. ال ال افكتيف اقولها لك الاول بالتفصيل، وبعد كده اقول لك في الاخر هنحلها ازاي في الامتحان وهنشتغل عليها ازاي، وده الناس كلها تشتغل عليه، بس اعرف هي جت منين.
بيقول لك الاحمال بتاعت الكوبري ديت اما بيجي يحللها بيحللها على ميل واحد لواحد لو البغله خرسانه مسلحه، وبيحللها على ميل 2:1 لو في حاله خرسانه عاديه اللي هي بتاعت البغله. طب بجيبها ازاي؟ الميل اللي هو 2:1 يعني قصده كل واحد افقي، بمشي بطلع 2 راس، وبيوصل الميل ده لحد ما يوصل لتحت، بدايه الميل ونهايه الميل هنا هو ده ال effective. طب من الاخر يا باشمهندس عشان ننجز وقتنا، ال effective يحسب بدايه من البوابه الثانويه الى البوابه الثانويه الجهه الثانيه، يعني من الثانويه للثانويه، يعني من اول الطرف ده كده لحد الطرف ده كده، كانت بتحسب السنين اللي فاتت بدقة جدا انك كنت بتطلعها بنسبة الميل، بحيث اللي هي ما تزيدش ما بين السكندري جروف بتاع البوابات. نيجي بقى اهم نقطة، الشكل ده عبارة عن البلان بتاع البغلة، بس هنا ناقص بس ان انا احط هنا القوس واحط هنا القوس. انا عايز بقى من الحتة دي من الشكل ده، الشكل ده عرض البغلة بتاعي اللي انا هشتغل عليه في التصميم، مش هشتغل على حاجة في العرض البغلة خالص غير ال effective، ده اللي هشتغل عليه في الاحمال وفي كل حاجة وفي كل حاجة. امال ال بير كلها كنت هشتغل بجيبها عشان اجيب طول القعدة في السايد فيو اللي هشتغل عليها في الشيك هيدروليك عشان التسريب وعشان الشيك بركوليشن والحاجات دي كلها. امال هنا عايز ال effective بس لان ده المؤثر معايا في اللودز. طب واحده واحده، الافكتيف جبناه المره اللي فاتت، جبناه في السلايد اللي فات، ده البلان بتاعي. اخد محور اكس ومحور واي في سنتر البغله، سنتر البغله بالنسبه للي افكتيف يعني مسافه من هنا لحد هنا اللي افكتيف على 2، دي اول حاجه. او تاني حاجه، السنتر بتاع الكوبري ما بينطبقش نهائي على السنتر بتاع البغله، ففي مسافه اكسنتريسيتي ما بين سنتر الكوبري وسنتر البغلة بسميها A، وفي مسافة مش هنا كان على الشمال في وينش بيرفع بوابات في المين جروف أو في البوابة الأساسية، السنتر بتاع الوينش أو السنتر بتاع الجيت لحد السنتر بتاع البغلة بسميه البي. ده هجيبه ازاي وده هجيبه ازاي هعرفك دلوقتي. وسمك البغلة طبعا مسمينه R أو تي بي. طب لو عايزين نجيب ال A ده هوت نسبقها شويه، موجوده في السلايد بعد كده. ال A ده هي لو عايزين نجيبها تعال نجيبها كده، هي عباره عن ال اللي افكتيف على 2، المسافه دي من اول هنا لحد هنا كده اللي افكتيف على 2 ناقص، وافتح قوس عرض الكوبري، نجيبها من اللي فوق هتبان اوضح عشان الناس تفهمها، مش عايز الناس تحفظها عشان ما تنساهاش. تخيل السنتر ده كده او الداش ده كده السنتر بتاع البغله، يعني مسافه من اول هنا لحد الطرف ده بتاع البوابه الثانويه هو اللي افكتيف على 2. عايز اجيب المسافه الصغيره ما بين سنتر الكوبري وسنتر البغله، اعمل ايه؟ اطرح الحته دي كلها اللي هي عباره عن ايه؟ هي عباره مسافه من اول البوابه دي لحد الطرف الكوبري 1 متر، وبعد كده السايد ووك، وبعد كده البلاطه على 2 اللي هو عرض البلاطة على 2. من الآخر خالص اللي أنا ممكن أقول عبارة عن ال اللي افكتيف على 2 ناقص وافتح قوس الواحد ديت زائد عرض الكوبري كاملا على 2، دي مسافة اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ال A. طب المسافة بتاعت ال B، أدي السنتر بتاع الجيت اللي هو في نص البوابة الأساسية لحد هنا، أجيبها إزاي؟ برضو اللي افكتيف دي كلها، اللي افكتيف دي كلها على 2 من اول هنا كده لحد البوابة الثانوية على 2 ناقص 1 متر، كده وصلت لحد البوابة الأساسية، ده السنتر بتاعها لحد السنتر بتاع البوابة لحد السنتر بتاع البغل. وهنعرفها دلوقتي بالأرقام، هتبان أحسن في الأرقام. معايا يا شباب؟ باشمهندس أسماء،
يا باشمهندس، ايه اللي باشمهندس على محضر. المتر دي بتاعت ايه؟ نعم، ايه اللي بيكتف على الاثنين ناقص الواحد متر دي بتاعت ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ السيد موسى. خضر. ايوه نعم، بس يا خضر، بسمع فيديو من اول تاني يا خضر، مفيش وقت اللي احنا نعيد تاني يا خضر، الله يكرمك. أقول لي بتاعت ايه بس وهنكمل عليها يا باشمهندس عشان اكتبها في الورق. هنشرحها تاني كمان شوية يا خضر. ماشي يا باشمهندس. ماشي. بجيب بعد كده حاجة اللودز، الأحمال، واحدة واحدة بقى. وأنا بجيب الأحمال، أول حاجة في الأحمال الديد لود. عندي نوعين اتنين من الأحمال، ديد لود واللايف لود. إيه الديد لود؟ الأحمال الميتة. يعني إيه الأحمال الميتة؟ يعني الأحمال اللي مفيش حركة على الكوبري، اللي هي إيه؟ وزن البغلة، وزن الكوبري. بس دي الأحمال اللي عندي الديد لود. طب أحمال اللايف لود؟ اللايف لود عندي ممكن تكون في ناس بتتحرك على السايد ووك، وممكن يكون في عندي عربيات بتعدي على الكوبري، وممكن يكون عندي الونش بيتحرك في مكانه، ده برضه لايف لود. لو ونش بيتحرك وبيرفع البوابة، بيتحرك من بوابة لبوابة، ده برضه لايف لود. ونسينا نقول في الديد لود اللي هو وزن البوابة، وزن الونش هو رافع البوابة هو واقف كده، ديد لود. فأول حاجة لو هو مش مديني الديد لود بتاع الكوبري، اللي هو تاني حاجة، لو مش مديني الديد لوب بتاع الكوبري، الديد لوب بتاع الكوبري لو اديهولي هو قصده بيشمل الاون ويت زائد الديد لود اللي عليه، او زائد الاحمال اللي هي ماشية عليه، او الاحمال الميتة اللي عليه. طب لو هو مش مديهولي، بجيب الاون ويت بتاع البريدج، عبارة عن ايه؟ ننزل ايه تحت شوية، انا عندي ايه بغلة، ادي عندي بغله، وادي البغله الثانيه، وديت الجردر اللي هي الخطين دول، دي الجردر، وادي بلاطه. لو عايز اجيب الاون ويت بتاع البلاطه ديت، اي اون ويت هو الاون ويت هو عباره عن ايه؟ الوزن اللي هو كنت بجيبه من وزن بتاع الوزن النوعي بتاع الفلويد، الجاما بتساوي الدبليو على الفي. انا عايز اجيب لوحدها الدبليو لوحدها، يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حجم في الايه؟ في الوزن النوعي. اول حاجه الحجم اجيبه منين؟ إيه؟ الحجم انا بجيب تخانه البلاطه اللي هو تي بتاع البلاطه بتاعه الكوبري، مضروبه في عرض البلاطه، مضروبه في عرض البلاطه اللي انا اللي هي من اول الشايل من نص البغله، نص البغله الثانيه، عباره عن ايه؟ هذا الاس عرض الفتحه زائد التي بي على 2 والتي بي على 2، يعني من الاخر الاس زائد التي بي، او الاس زائد الار اللي هي زي مكتوبه دي. طب ده طولها، طب عرضها اللي هو البي بريدج، اللي هو البي بريدج اللي هو شامل عرض البلاطه. في ناس بتحسبها كله عرض البلاطه ومع السايد ووك، وفي ناس بتقعد تقسمها. يعني ناس تقسمها ازاي؟ يقول لك اه ده عرض البلاطه لوحده اللي هو بيمشي في مسار العربيات، وبعد كده يعمل كمان اون ويت لمين؟ للسايد ووك، اللي هو برضو عبارة عن الاس زائد الار مضروب في تخانة السايد ووك مضروب في عرضه اللي هو غالبا يبقى 1 متر. بس بيهملوه للتسهيل، او قيمته بتطلع صغيرة، وبيحسب على طول وزن البلاطة بتاعة الكوبري اللي هو عبارة عن مساحتها في الطول بتاعها في الوزن النوعي بتاع الخرسانة المسلحة المصنوعة منها. قلنا الابريدج عباره عن السيكنس بتاع البلاطه اللي هو بقى من 2.10 الى نص متر، في البي بريدج اللي هو عرض الكوبري كاملا بقى، اللي هو مثلا عرضه كله 10 متر، عرضه كله 12 متر، مضروبه في الاس زائد الار اللي هو من نص البغله الى نص البغله اللي بعدها، عباره عن الاس زائد التي بي على 2 زائد التي بي على 2، مضروبه في الجامد كونكريت. دي كلها بقى يا باشمهندس احمال مركزه صح؟ لا، احنا لسه دلوقتي بنجيب الاون ويت، لسه هنقول بقى هتركز فين. طبعا هتركز في السي جي بتاعها. ما هو الاون ويت ده كده يبقى بالطن بقى كله، يعني مش موزع. صح تمام. ما انا بقول لك الحمل بتاعها يتوزع هيجي فين؟ في السنتر، سنتر اوف السي جي بتاع الكوبري. تمام. الاون ويت بقى بتاع البير، قلنا البير او البغله هنتعامل مع الطول بتاع اللي افكتيف، بس عبارة عن ايه؟ ارتفاع. قلنا اي اون ويت في الدنيا اللي هو الدبليو عبارة عن الجاما في الحجم، الحجم بتاعي طول البغلة اللي افكتيف
في ارتفاعها في تخانتها. الافكتيف في الاتش بير في الار او تي بي مضروبه في الجاما بتاعت البغل على حسب هي خرسانه عاديه ولا خرسانه مسلحه. وبتاثر فين؟ بتاثر في السنتر بتاع الافكتيف اللي هو لسه جايبينه من فوق من شويه اللي هي دي السنتر اوف بير. والاون ويت من شويه لسه زميلنا بتاع الكوبري بتاثر في السنتر اوف جريديتي في بتاع البريدج. وقلنا في مسافه اكسنتريستي عرفنا بنجيبها منين يا سيد خضر. نيجي بعد كده بتاع وزن البوابه. وزن البوابه لو ما قاليش عليها معلومات باخده اللي هو تقريبا 15 طن. بيأثر فين؟ بيأثر في المين جروف زي ما احنا لسه قايلين من شويه. فاذا اصبح عندي دلوقتي النورمال ديد لود او مجموع الاحمال الديد لود اللي عندي السالب دي عشان بيشير ان السالب دي هي الضغط مش شد يعني. عادي ممكن تشيل السالب دي وتكتب ده كله ضغط وخلاص. الاون ويت بتاع البير والاون ويت بتاع البريدج والاون ويت بتاع الجيت ليفت. الجيت ليفت اللي هي البوابه الموجوده في الجروف الاساسي. طب الام واي العزم اللي هيحصل حوالين محور واي ده كله ما خدناش حالات تحميل ولا اي حاجه خالص. العزم اللي هيحصل حوالين محور واي انا شغال اكس واي على البلان بتاع البغله. الناس ما تخترعش والناس تركز قوي. انا شغال اكس واي على البلان بتاع البغله. فين الاكس واي بتاعي؟ عايز الام واي بتاعتي يعني العزوم اللي بتحصل حوالين محور واي. عندي الاون ويت مضروب في الاي مسافه اكسنتريسيتي بيعمل لي عزم بيدور مع عقارب الساعه. وفي عكسه الجهه الثانيه الدبليو جيت مضروبه في مسافه بي بالسالب الجهه الثانيه. اللايف لود بقى معلش يا باشمهندس لو سمحت. اتفضل. هو لو بالنسبة لـ MY هي بالسالب عشان يعني بيضغط على الربع الأولاني من جزء القطاع بتاع البغلة؟ لا هي سالب وموجب. أنت بتفرض تقول مع عقارب الساعة يبقى بكذا وعكس عقارب الساعة يبقى بكذا. أصل أنا خدت اللي هي الجزء بتاع الـ W جيت في الـ B بالموجب عشان بتشد الربع الأول صح كده ولا غلط؟ تاني بتقولي تاني كده؟ خدت الجزء بتاع الـ W جيت في الـ B لما حسبت المومنت W جيت في الـ B بالموجب عشان بتشد الربع الاولاني صح؟ قصدك الشد والضغط يعني؟ اه بالنسبه لقطاع البغله. والله اي عزوم في الدنيا باخده اسلام بفرض مثلا براحتك. انت عايز تفرض معايا عقارب الساعه بالموجب عكس عقارب الساعه بالسالب. اصل قيمه العزم دي انا هجيب بعدها بعد كده. انا عايز منها ايه؟ عايز منها اللي اصمم عليها. عايز التقييم مش اشاره يعني. الاشاره بس ده في النورمال. تمام يا باشمهندس. النورمال بجيب منه اشاره مثلا في حاجات بتشد وحاجات بتضغط. امال العزم كقيم بس يعرف ده افرض مع عقارب الساعه وفين عكس عقارب الساعه بتاعه. تمام يا باشمهندس. امال العزم ده بتطلع منه تسليح بس ما مش عايز منه قيمه خالص. وانا اقصد بس هتجمع على حاجه تانية مثلا او بس لا 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 ما تفكرش فيها بعمق قوي. لو فكرت فيها بعمق هتغلط. اللي بعد كده اللايف لود. ايه اللايف لود اللي هيأثر على الدخله؟ ايوه بعد لسه كنت شغالين من بدري بس لان الكهرباء لسه كانت قاطعه ولسه جاي عندي دلوقتي. ما فيش مشكله. فاتني جزء كبير يعني. لا ما فيش جزء كبير ولا حاجه. انت ما احنا شغالين اللي فات حاجة بسيطة وما شاء الله السكشن يخلص بفتح اول بس نص ساعة من الفيديو تديني كويس. ماشي نكمل. اللايف لود الموجود على البغلة زي ما احنا قلنا من شوية في ثلاث حاجات. الناس اللي ماشية على السايد ووك او حمل الناس اللي ماشية على السايد ووك وغالبا بيبقى معطى كمان في الامتحان اللي هو بيبقى 4/10 زي ما اديهولك بقى. و الأحمال بتاعة العربيات اللي ماشية على البلاطة زي ما يدولك 75% يدولك واحد على فكرة بيبقى طن على المتر. زائد المية بقى. المية بقى على حسب هي موجودة فين وعلى حسب حالات التحميل اللي أنا هشتغل عليها. المية لو هي موجودة في الأب ستريم أو الداون ستريم
او موجوده في البوابات بتعمل لي بريشر. البريشر بتاعي بكل سهوله خالص عباره عن الجاما في الاتش وتركيزه في التلت الاخير، مفيش اختراعات خالص. بس خلي بالك انت شغال في الواي اب ستريم ولا في الواي داون ستريم. هنشتغل على حاجتين اتنين في اللايف لود، اما يكون عندي سنجل مومنت ام واي وحاله التحميل اللي انا حملت نص الكوبري اللي على اليمين وقفلت البوابات في الاب ستريم، وبالتالي الميه واقفه قدام البوابات. دي اول حاله. طب الحاله اللي بعد كده عشان نعرفها مسبقا، بس الحاله اللي بعد كده دبل مومنت، عملت ايه؟ عملت اللي انا فتحت البوابات دهيت بوابه دهي بالخصوص جزئيا، يعني رفعتها شويه، فبالتالي الميه عدت من تحتها فملت الجزء ده وعملت بريشر في الفتحه دي وحملت ربع الكوبري بس. واحده واحده واحنا شغالين، واحده واحده خالص. تاني، اول حاله عملت ايه؟ بسميها السنجل مومنت ام واي. عملت ايه يا باشمهندس؟ عملت اللي انا قفلت البوابات فين؟ في الاب ستريم، وحملت نص الكوبري اللي على اليمين اللي على يمين محور واي. لما انا قفلت البوابات استحاله الاقي ميه هنا، ماشي؟ اول حاجه. ايه اللي هيأثر عندي؟ ايه اللي عندي اصلا؟ الاحمال اللي عندي في اللايف لود، انا بتكلم دلوقتي حاليا على اللايف لود، الديد لود مش هيتغير. انا بتكلم دلوقتي على اللايف لود، ايه الاحمال اللايف لود اللي موجوده عندي؟ عندي الاحمال اللي موجوده على نص البلاطه اللي على اليمين هنا. يعني على فكره مش نص البلاطه، في مسافه اساسا ما بين السنتر اوف جريديتي بتاع السي جي بتاع الكوبري والسي جي بتاع البير، وعندي السايد وول كمان بالاحمال الحيه اللي ماشيه عليه زي ما اديني قيمتها، وعندي الضغط الجانبي بتاع الميه اللي بتعمله على البوابات وعلى الحته الصغيره بتاع البغله دي. وفي ناس بتهمل الجزء ده على فكره للتسهيل، ويقول لك ده جزء صغير عشان ما يعرفش نفسه. انا بديك كل حاجه وانت في الامتحان وعلى حسب وقتك وعلى حسب المثال اللي ادهولك دلوقتي المحلول عشان الناس الدفعه كلها تحل زيه. زي ما قلت لكم من شويه، عشان اجيب الام واي هحمل نص الكوبري اللي على يمين سنتر البغله واعمل حاله وجود ميه في الاب ستريم واقفل البوابات. طب احل ازاي؟ واحده واحده. وايه اللي بيأثر عندي؟ عندي البي ووتر الضغط الجانبي، وعندي الار في الار في اللي هو الحمل المركز اللي جاي من البلاطه دي هسميه ار ال واحد، والحمل اللي جاي من البلاطه او الحمل اللي جاي من السايدوك هسميه ار ال اتنين. الحمل اللي هو الموزع اللي جاي من بلاطه مسافته في عرض ال واحد. ال واحد لحد فين؟ لحد السنتر بتاع البير اللي هو نص ال افكتيف، والمسافه بتاعت مسافه التحميل بتاعت السايد ووك اسميها ال 2. يعني من الاخر ده كله على فكره ده كله فروض، يعني ده كله بس شغال بالرموز. يعني المسافه دي التركيز بتاع الحمل ده ار ال 1 في مسافه ال 1 على 2، والار ال 2 ديت بتاعت السايد ووك ار ال 2 افتح قوس ال 1 زائد ال 2 على 2. نكمل. ار ال 1 دي عباره عن قوه، اي قوه في الدنيا، خدها واحده واحده كده، اي قوه في الدنيا، صغر راسه شويه عشان نشوفها على بعضها، اي قوه في الدنيا عباره عن الضغط في المساحه. ايه الضغط اللي عندي؟ قيمه الضغط اللي عندي اللي هو عباره عن الحمل اللايف لود الموزع، كام قيمته؟ واحد. جايبها منين؟ هو مديها لي هيديها واحد او ب 75 مية او القيمه اللي يديها لي في المساحه بتاعه الجزء اللي ماشي عليه اللايف لود. ايه المساحه اللي ماشي فيها اللايف لود؟ عرضه ال واحد. طب والطول بتاعه اللي هو من نص الفتحه دي لحد نص الفتحه دي اللي هو عباره عن كام؟ الاس
على 2 زائد اس على 2 تبقى كده اس زائد عرض البغله اللي هو التي بي، يعني من الاخر اس زائد الار او الاس زائد التي بي. تاب الار ال 2 بتاعه السايد ووك نفس الكلام برضه، قيمه الحمل الموزع اللي هو الضغط يعني اللي هو 4/10 طن على متر تربيع مضروب في المساحه، المساحه اللي بيأثر على ايه العرض بتاع الحته دي قد ايه ال 2. طب وطولها نفس الكلام برضو الاس زائد الار او الاس زائد التي بي. اخر حاجه البي ووتر اللي هو الضغط الجانبي، اول حاجه انت هتجيب النقطه اللي تحت دي عباره عن ايه الجاما في الاتش، ايه الاتش الواي اب ستريم. طب ايه ارتفاع المثلث واي اب ستريم برضو. طب المثلث ده في البعد الثالث اللي هو عمود على السبوره عرضه ايه الاس زائد الار، هو اللي هو ده كله الاس زائد الار، ادا نص فتحه اس على 2 وادا نص فتحه اس على 2، وقلنا ناخد الحته الصغيره ديت اللي بره اس زائد الار. طب وعشان نركز الحمل عشان نركز الضغط الجانبي نص القاعده في الارتفاع نص الجومه الاتش دي اللي هي واي اب ستريم مضروبه في الاتش اب ستريم، بس ده اللي مكتوب بالظبط اهو نص في جاما الوتر في واي اب ستريم تربيع اللي هي واي اب ستريم في واي اب ستريم البر في البعد الثالث العمود على السبوره اللي هو اس زائد الار. طب انا جبت دلوقتي الاحمال اللي بتاثر عندي في اللايف لود نتيجه اللايف لود، طب هجمعهم بقى النورمال لايف لود النورمال الضغط الرأسي او مجموعة القوى الرأسية اللي بتأثر عندي بسبب اللايف لود الار ال واحد والار ال اتنين. واحد يقول لي ده جانبي مش رأسي على البغل، ده جانبي على البغل. لو عايز اجيب بقى العزم بسبب الحالة دي السنجل مومنت، طب ما انا عملت حالة التحمل دي، هو النت شغال ولا شباب؟ شغال يا هندسه شغال معاك يا باشمهندس، بس حاسس كده كان في صحراء كده. لا مركزين بس. طيب ماشي، طب فاهمين حاجه شباب؟ فاهمين ايوه حاجة؟ ايوه تمام. طب الحمد لله. طب انا عايز اجيب الام واي العزوم اللي بتحصل حوالين محور واي، هذا محور واي فوق قلنا ده البلان بتاع البغله وده عباره عن السايد فيو بتاع البغل. عايز اجيب ام واي يعني العزوم اللي بتحصل حوالين محور واي، ده بيلف يمين او بيلف مع قرب الساعه حوالين محور واي، وده بيلف برضه اللي هو ار ال 2 بيلف برضه يمين مع قرب الساعه حوالين محور واي، والضغط الجانبي برضه كذلك هو عايز يلف برضه حوالين محور واي مع قرب الساعه. يعني من الاخر هجمع الثلاثه دول. العزم اي عزم في الدنيا هو عباره عن قوه في ذراع العزم. ايه القوه اللي عندي؟ عندي ار ال 1 مضروب في ال 1 على 2، وبعد كده ار ال 2 مضروب في افتح قوس ال 1 زائد ال 2 على 2. اخر حاجه الضغط الجانبي اللي هو بيلف حوالين محور واي اجيبه ازاي؟ اللي هو قوه تركيزها اللي انا جبتها نص القاعده في الارتفاع في الارتفاع على 3 اللي هو مكان التأثير بتاع اللي هو دي، ده ذراع العزم اللي هو الواي اب ستريم على الثلاثة، ده اللي مكتوب كله. عمله كله بالسالب في اتجاه واحد، وهو هنا فرض اللي هو مع عقارب الساعة بالسالب، مش هيفرق معانا خالص الإشارة، أهم حاجة يفرق فين مكان العزم، يعني العزم كله فين اتجاهه فين، وبالتالي نحط الحديد بتاعي في مكان ديل السهم مكان الشد ار ال 1 في ال 1 على 2 ار ال 2 في ال 1 زائد ال 2 على 2. الضغط الجانبي تركيزه تركيز الضغط الجانبي مضروب في تلت الارتفاع واي اب ستريم على 3. حد عنده مشكله في الحاله الاولانيه بتاعت التحميل شباب؟ ايه يا حسام يا ناوي فين فينك كده ما عادش حد يسمع لك صوت؟ موجود يا باشمهندس.
في مشكلة ولا الدنيا فيها ايه؟ لا تمام. يا باشمهندس ايوه معلش، بس بالنسبة للجزء بتاع ضغط المية، نعيد تاني. هو حضرتك أخدت اللي هو الجاما اتش ماشي تمام، وضربت في الارتفاع، بس خدنا يعني عرض فتحة واحدة بس صح؟ طب ولا خدنا نبص، الفتحة كلها صح؟ طب نبص كده كويس يعني. هو عرض، مش انا واخد البغلة، مش انا بصمم بغلة واحدة يا اسلام؟ تمام يا باشمهندس. تمام. البغلة واحدة لما باجي اصممها باخد السنتر، او باخد سنتر لاين ما بين البغلة والبغلة، ده اهو ده السنتر لاين ما بين البغلة والبغلة، ده هي البغلة اللي قبلها، وده برضو السنتر ما بين البغلة والبغلة اللي بعدها، فاصبح عندي العرض ده كله وصلت كده تمام، وصلت. اللي هو اس على 2 زائد سمك البغلة زائد الاس على 2. وصلت كده؟ تمام تمام. باشمهندسة أسماء، ايوه يا باشمهندس. نكمل ولا في حاجة واقفة؟ لا كويس الحمد لله. تمام. مهندسة إسراء، ايوه يا باشمهندس. فاهم حاجة؟ تمام. طيب الحمد لله. الدبل مومنت بقى، ما أحمد أكمل ولا الناس لسه بتكسر؟ لا يا هندسة خلصوا خلاص طب الحمد الحمد لله، لله. كانوا ماشي، عاملين ماشي دوشة بقى جامدة. معلش، حط الهاند قفلوا فري في والله، ودان، حط الهاند فري أنا في ودان. حاططها والله، وحاجة صعبة والصوت داخل في وداني، كل حاجة في وداني. معلش، ماشي يا هندسة. الدبل مومنت بقى هعمل ايه بقى؟ الحاله بتاعت الدبل مومنت، انت عارف كل حاله قبل ما، مثلا السنجل مومنت وانت بتكتبها كده، سنجل مومنت يعني ام واي، هعمل ايه؟ ده اللي براجع اللي هي الاستاد اللي فات، السنجل مومنت ام واي، بحمل نص الكوبري اللي على اليمين وبقفل البوابات في الاب ستريم، وبالتالي ارتفاع الميه كله قبل الاب ستريم بيبقى ارتفاعه واي اب ستريم، واحلل واجيب القوه بتاعتي. تاني حاله اللي عندنا بعمل ايه؟ بحمل ربع البلاطه بتاع الكوبري، وبعدين بقفل الميه، بقفل البوابه اللي هي قصاد الربع ده، وقفلت دي كمان بس فتحتها جزئيا تاني، دي مقفولة بس مش مقفولة كليا، فتحها جزئيا، فبالتالي المية عدت من تحتها وعملت ضغط. المية طبعا متعدي، مش تقف هنا وتقف مش هتكمل يعني، ده مية بتسحب، فملت الجزئية دي كلها وعملت ضغط هنا وعملت ضغط هنا وعملت ضغط هنا تاني. ادي عندي الكوبري بتاعي اللي هو على البغلة، اعمل ايه؟ حملت الربع ده وقفلت البوابه دي، سواء دي او دي، يعني ديت هو شغال على البوابه الثانويه، سواء البوابه الثانويه او البوابه الاساسيه مش تفرق. قفلت البوابه دي وفتحت البوابه الثانيه جزئيا، لما فتحتها جزئيا الميه تخللت من تحتها وملت فين؟ في الداون ستريم، وعملت ضغط جانبي على البغله وضغط على البوابات من هنا، وعمل ضغط على البوابات من جهة تانية. نفس الكلام برضو، كل اللي هيختلف شوية عروض. ازاي يعني؟ نفس اللايف لود اللي عندي اللي هو العربيات اللي هو 1 طن على متر تربيع، والصيدوق 4/10، والمية هيختلف مكانها فين والضغط فين. يعني هنا هيبقى فيه مثلث ضغط جانبي، هنا هيبقى فيه مثلث ضغط جانبي، هنا هيبقى فيه مثلث ضغط جانبي، ده هيتلاشى مع ده. يعني المية هتفضل تتخلل من تحت البوابة لحد ما الاتنين يجوا قصاد بعض وايه؟ ويروحوا مع بعض. أول حاجة الـ RL واحد. الـ RL واحد هو تركيز الحمل بتاع اللايف لود بتاع العربيات اللي ماشية على ربع الكوبري اللي احنا شغالين عليه. طب تركيزه؟ قلنا ده قوة، القوة بتساوي الضغط في المساحة. واحدة واحدة خلاص، الضغط اللي هو عبارة عن 1 طن على متر تربيع، ده بالمساحة اللي هي عرض ده اللي واحد، ده بالمسافة اللي أنا بحمل فيها اللي هي نص المسافة كلها، كنا بناخدها في الحالة الأولانية S زائد الـ R، دي بقى دي أصبحت S زائد R على 2. طب واحدة واحدة نجيب جت منين؟ مش قلنا المسافة من السنتر لاين نص لطرف البغلة S على 2، ونص التخانة
ار على 2 او التي بي على 2 يبقى على بعضها اس زائد ار على 2. بعد كده الحمل الثاني بتاع الحمل الحي بتاع الناس اللي ماشيه على السايد ووك، الضغط هو 4 من 10 طن على متر تربيع. في العرض بتاعه اللي هو ال2 في برضو المسافه دي اس زائد الار على 2. نيجي للجزء اللي بيلخبط الناس اللي هو الضغط الجانبي. الضغط الجانبي بقى هنجيبه عموما البي ووتر عبارة عن اللي هو التركيز ده هو نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع، نص اللي هي دي الأول جاما في اتش أبستريم، هي المفروض هنا أبستريم وهنا داونستريم، ماشي. البي ووتر اللي هو احنا شايلينه على البي ووتر اللي هي زوم شوية عشان أنا عن نفسي مش شايف بصراحة. الوقت شغالة على البي ووتر اللي فين في الابستريم، نفس الحالة اللي فاتت بالظبط اللي هو ازاي عملت مثلث المية، هعمل مثلث المية هنا ده بتاع داون ستريم، خلي بالك هعمل مثلث المية ارتفاعه واي ابستريم. النقطة بتاعت الضغط اللي تحت اللي كنتوا بتسموها الاي زمان عبارة عن الجاما في الاتش ابستريم، ركزت القوة نص القاعدة في الارتفاع، نص في جاما في اتش ابستريم في الاتش ابستريم، ده اللي مكتوب. بس ما انساش انا باثر الميه على العرض ده كله الاس زائد الار. سوينا شويه جاي لكم دلوقتي. معايا شباب؟ شباب ايوه هندسه معاك. تمام، اخر حاجه قلناها الميه اللي بتاثر في الابستريم نفس الحاله اللي فاتت حتى بنفس العرض، عشان حتى انا قافل هنا برضو البوابه وهي مفتوحه اه جزئيا من تحت، بس باخدها نفس اللي فاتت بالظبط اللي هي نص في جاما الووتر في الواي ابستريم تربيع مضروبه في الاس زائد الار اللي هي العرض ده كله. نيجي بقى للبي اس واحد والبي اس التاني. نيجي واحدة واحدة للبي اس واحد. البي اس واحد هي عبارة عن برسم برضو مثلث الضغط بتاع المية، عبارة عن الجاما في الاتش داون ستريم مضروبة في ارتفاع الداون ستريم، وركزت القوة نص في جاما في الاتش داون ستريم في الواي داون ستريم، بس مضروبه ايه في ايه بقى؟ في عرض ايه؟ مش انا كنت بضرب فينا في اس في اس زائد الار؟ لا، هنا ضربت في العرض اللي هي بتاثر عليه لوحدها اللي هو عباره عن ايه؟ بيقول لي ال افكتيف ناقص الاكس. طب ال افكتيف احنا عارفينها من اللي هي مسافه من اول البوابه الاساسيه، انا اسف الثانويه، لحد البوابه الثانويه اللي هناك. انا اسف يا شباب، انا اسف. دي بي اس 2. نرجع تاني البي اس 1، معلش. البي اس 1 زي ما قلنا من شويه هو ارتفاع الميه في الداون ستريم، بجيب الضغط الجانبي بتاعه جبته اللي هو الاي جاما في الاتش داون ستريم، ارتفاع الميه هناك واي داون ستريم، جبت تركيز القوه. طب بيأثر في عرض ايه؟ العرض بتاعي ادى الاس على 2 ماشي زائد التي بي كلها هنا اهي، ومنساش البوابه دي كمان مفتوحه فاثرت هناك ببي اس واحد. يبقى عندي البي اس واحد بيأثر لي على البوابه هنا، بيأثر لي على البوابه هنا وعلى الحته بتاعت البغله دي. طب البي اس 2 بقى نتيجه ان انا فتحت البوابه من تحت جزئيا والميه عدت من تحت، المية وهي
موجودة في المنطقة في الفتحة بتاعت البوابة ديت بتأثر جانبيا على طول البغلة اللي افكتيف. طب بتأثر بقيمة ايه؟ هي المية هنا بارتفاع ايه؟ واي داون ستريم. يبقى انا هجيب جاما في الاتش داون ستريم في ارتفاع الداون ستريم، ما هي نفس البي اس واحد. لا يا بيه، بيقول لك المسافة اللي بتأثر عليها هي غير المسافة دي. البي اس واحد كده بتأثر في مسافة اس على اتنين زائد الار زائد الاس على اتنين. امال البي اس اتنين بتأثر على ايه؟ بتأثر لي على طول البغلة وانا شغال على طول اللي هو ال effective. طب وال ال effective واخدينه من اول فتحة البوابة الثانوية لحد فتحة البوابة الثانوية اللي في الشمال، بس المية عمرها ما تأثر جانبيا هنا. فقال لي عبارة عن ال ال effective ناقص اكس. ماشي يا شباب؟ سؤال هندسة بعد إذنك. اتفضل. هو احنا ليه حسبنا عملنا البيهات دي كلها؟ مش كنا نعمل، مش في حتت هتلاشي بعضها في الجزء اللي تحت؟ قصدك دي ودي يعني؟ ايوه بالظبط. طب مش المية اللي جاية هنا اب ستريم؟ تمام. والمية اللي جاية من هناك داون ستريم؟ اه مش هيلاشوا بعض خالص يعني. يعني في فرق هيدنج اب بسيط، على فكرة في الأرقام هتلاقي في فرق بسيط جدا يعني، ففي الآخر ممكن اه يلاشوا. بس انت لازم تعرف اه دي قد ايه ودي قد ايه. افرض تمام، الهيدنج يعني اب طريقة الحل كده يعني. ما كنا ممكن نحل الجزء اللي فوق وخلاص. يعني، احنا دلوقتي بنشرح ده كله نظري برموز، احنا لسه ما حطيناش ارقام خالص. طب لما تحط ارقام تمام. هتلاقي فرق الهيدنج اب ممكن مثلا تلاقي 10 سم، فتلاقي يعني ايه طايره قصاد بعضها. بس انت لازم تعرف اه هنا جت الميه راحت فين وجت منين. تمام. ماشي؟ ماشي يا هندسة. بس مهندس، ايوه هي البي اس واحد دي بتأثر على ايه في اللي هي اللي تحت دي؟ دي مش فوق بي اس اللي هي اللي تحت اللي هي الجانبي دي، البي داش دي فوق اللي تحت اه ده ده بيأثر على ايه؟ اللي هو البي داش ده. لا هندسة، هي قصدها على بي اس واحد، هي الصوت بيوصل لها متأخر بس. ديت بشار على بس. ايوه. ما احنا قلنا من شويه يا باشمهندسه اللي انا البوابات اللي هي في النص الشمال او اللي تحت ده، انا فتحت البوابات من تحت جزئيا، فبالتالي الميه عدت من تحت. الميه وهي بتعدي فاثرت لي جانبيا على البوابه دي اللي هي البوابه الاساسيه طب واللي على اليمين بقى اللي هو دي البي اس بيس اتنين كان بقى خطين على اليمين دي. على اليمين يا باشمهندس، مش في بي اس واحد رأسي بيس كده اتنين في بي اس اتنين اه في بقى بي اس واحد كده جنبها على طول دي بتأثر ناحية الشمال، دي اللي لسه قايل عليها من شويه. أمال دي ايه؟ اللي هي البي اللي دي تحت دي. ايش طبوها اللي بشاور عليها ايوه بس دي مش طبوها ما هي دي. مش طبوها دي حته صغيره توه مليان طيب حته اللي هي مسافه اكس المتر دي اهملوها، ضيقوا على نفسكم ان هي دي اهملوها، دي اهملوها. هي بيقول لك اما المايه بتعدي من الحته دي الفرق بين البوابتين الاثنين في ضغط جانبي، لا اهملها ما عشان ضيق على نفسنا قوي كده. خلاص يا اسماء. يا باشمهندس مش دي، امال مش ايه؟ في بي اس واحد يا باشمهندس بتأثر ناحية الشمال طب اسمعيني اسمعيني ماشي تحت؟ اسمعيني وقولي انا واحده اللي قصدك عليها. ماشي. قلنا حاله التحميل اللي عندي في اللي هي الحاله الازدواج اللي هي الحاله اللي انا الحاله الثانيه اللي هي الدبل مومنت، عملت ايه؟ اول حاجه قفلت البوابه دي فاثرت لي بضغط جانبي اسمه بي ووتر بارتفاع واي اب ستريم، وحملت ربع الكوبري والجهة التانية من نص البغلة من تحت، عملت ايه؟ فتحت البوابة دي جزئيا فعدت لي المية من تحت وعدت من تحت برضو من هنا، فعملت ضغط جانبي على البوابة عكس الجهة التانية دي، وعملت ضغط جانبي على البغلة سميته بي اس اتنين، وعملت ضغط فوق على نص البغلة اللي فوق او نص التحميل اللي فوق
بضغط اسمه بي اس واحد بارتفاع واي داون ستريم. انت قصدك عليه ده؟ انا قصدي على الجزء بتاع اللي هي اول حاجه البوابه مفتوحه جزئيا فالميه عدت في بقى في بقى خطين كده حضرتك عاملهم زي مربع كده يعني خطين يمين وخطين شمال. ده الخط ده الخط ده اللي بيأثر ده ايه دول بتوعي كوبري. طب ايه بقى الضغط اللي داخل عليه ده؟ لا من تحت يا باشمهندس اسماء ده كوبري اصلا فوق الميه كوبري فوق البغل اصلا الميه عمرها ما توصل يعني دي الجردر يعني دي الجردر بتاعه الكوبري دي الجردر بتاع الكوبري. لا بص انت في بس لابس عندك ما شفت الخطين دول الخطين ده همت والخطين ده همت برضو اللي على اليمين دول حدود الكوبري ده يعني الخطين دول بتوع السايد ووك الخطين دول بتوع السايد ووك والخط من المسافه من هنا لحد هنا ده عرض البلاطه اللي مش على العربيه يطلع الكوبري يعني البي اللي هو الاسهم اللي داخله عليه دي مش موجوده اصلا. لا 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 البي اس واحد دي الاسهم اللي داخله شفتي معموله امتداد اهي لحد البوابه الاساسيه دي معموله امتداد اهي مش شخبطه يعني السهم ده المفروض يبقى يعني امتداد كده فهمت يعني الخطين حضرتك. دول بص انت من قريه ولا منين؟ انت من قريه اكيد زينا عندكوا ترعه؟ انا من المحله يا باشمهندس. شوفي ترعه؟ بس هو تمام مش الترعه دي عليها كوبري عشان الناس تمشي عليها؟ عليها كوبري. جميل مش الكوبري لا هو بس السام ما خدتش بالي ان هو ممدود لحد البوابه الرئيسيه. لا هو ممدود والخطين دول بتوع الجردر بتوع الكوبري. طيب تمام تمام نورمال بقى معلش بس لو سمحت بالنسبه للبوابه حضرتك عملت ضغط البي اس واحد على البوابه في اتجاه من اليمين للشمال ده جاي نتيجه حجز الميه. طب انت حجزت الميه هنا ازاي؟ انت بتتكلم عليه بالظبط تحت ولا فوق؟ يعني اي واحده جزء اي واحده من البي اس واحد دي يعني اي واحده فيهم. تمام مش احنا قافلين البوابه ديت؟ تمام والبوابه دي مفتوحه جزئيا؟ تمام الميه هتعدي من هنا حلو جميل والمية على فكرة يعني وبتلف بتلف يعني هقول لك حاجة انت مثلا لو انت من قرية او كده جرب كده تشوف مية لو بابا واحدة فيهم مقفولة والتانية مفتوحة تفكر المية كده تاخد في وشها وتمشي كده والحتة دي مش تتبل مثلا. طب ماشي هي بتلف من ناحية طب ازاي بتضغط على البوابة اللي هي اللي انت فتحتها جزئيا دي يعني؟ لان المنطقه ديت حركه الميه فيها مش ثابته مش مستقره ممكن تلاقي بقى هيدروليك جامب فتقوم رد وراجع تاني يعني مش بتمشي كده مره واحده فاهم قصدي؟ يعني ممكن ترجع تعمل مثلث تاني عكس المثلث اللي كانت عامله. يعني اقول لك حاجه انت مثلا لو تيجي لو في المعمل كنت وريتها لك لو عندك مثلا اوبن شانل وحطيت مثلا حاجز كده فيها اليوم مثلا حطيت حاجز فيها المايه مش بتطلع مره واحده فممكن تطلع وترد تاني تطلع وترد تاني. انا شفتها بس كانت في جيت وبعد الجيت كان فيها الدار فراحت رجعت المايه عملت مثلث ميه على البوابه تاني. ايوه ما دي اللي بيحصل بالظبط. انت يعني انت هتاخد بالك منها لو قريب منك كوبري وتحته بوابات وواحده فيهم اللي شغاله هتلاقي المايه فعلا يعني مش بتاخد وشها كده تمشي لا بتلف وتفتح. الانسيابية المية بتخليها تفتح مش تاخد مش مثلا حاجة بتجري لو ماشية في وشها لا وبترجع وترد تفضل في الحتة تفضل تخبط كده يعني خدت بالك من شكل المية أو الموجة اللي بتعملها كده بتقعد تخبط هنا كده على البغلة اللي هنا وبتقعد تخبط في البوابات برضه تاني. تمام يا باشمهندس ماشي نيجي بقى النورمال اللي احنا بصوا شباب احنا عايزين نطلع من كل حالة النورمال والمومنت. النورمال لايف لود من الحاله ديت انا هجمع الار اللي واحد والار اللي اتنين لو من حاله التحميل ربع البلاطه تاب الام اكس والام واي دي بقى اللي فيها قيل وقال وعايزه تركيز ايه الاحمال اللي بتعمل لي عزم حوالين محور اكس واللي بتعمل لي حوالين محور واي ناخدها واحده واحده كده.
اللي بيعمل لي ناخد حواليه محور هو كاتب هنا انا كاتب هنا الاول اكس. ايه الحاجات اللي بتعمل لي عزم حواليه محور اكس؟ فين محور اكس؟ قلنا باخد اكس وواي على البلان بتاع البغله، يعني برسم بلان بتاع البغله اللي هو ده البلان كده، كان شايف هنا الطير في طياره وشايف الايه الكوبري من فوق. ده محور اكس. ايه اللي هيعمل لي عزم؟ اولا الحمل بتاع ار ال 1 والحمل بتاع ار ال 2 بيلف حوالين محور اكس كده، وفي البي اس 2 برضو بيلف لي حوالين محور اكس. في حاجه ثانيه هتعمل عزم حوالين محور اكس؟ حد شايف حاجه ثانيه يا شباب؟ ده بالظبط اللي هيحصل. طب قيمته بقى ازاي؟ اول حاجه هفرض اللي هو مثلا اللي هو مع عقارب الساعه بالموجب او بالسالب زي ما انت تفرض، وبناء عليه تاخد مع لو انا فرضت مثلا مع عقارب الساعه بالموجب اي حاجه عكسها بالسالب، نيجي ال ار ال 1 في المسافه ده اهي. المسافه دي عباره عن ايه؟ مش دي كلها انا بحمل لحد فين؟ بحمل لحد سنتر بتاع البغله. انا بحمل من سنتر الميه اللي بين البغلتين لحد السنتر بتاع البغله. المسافه ما بين المركز ده لحد هنا هو عباره عن نص المسافه دي، هو نص اس زائد ار على 2، نص وافتح قوس اس زائد ار على 2. انت بتعمل الار ال 1 ونفس الكلام برضو الار ال 2 في مسافه بتاعه العزم اس زائد الار على 2 مضروبه في نص. يعني هنا برضو نعمل كده السنتر بتاع هنا مسافة من هنا لحد السنتر ده و S زائد ال R على 2 في نص. نيجي ال B S 2. ال B S 2 احنا جبنا القيمة بتاعتها كقوة، عايزين نجيبها بقى كعزم. أي ضغط جانبي ما تنساش وتسرح في الامتحان، أي ضغط جانبي للمية ذراع العزم بتاعه هو ارتفاع المية على 3. يعني دي كانت واي داون ستريم هيبقى تلت واي داون ستريم، ده ذراع الحزم. يبقى البي اس 2 في واي داون ستريم على 3. طب الام واي العزوم اللي هتحصل حوالين محور واي برضو ربع البلاطه ديت، وعند البي ووتر اللي هو ده كله، وعند البي اس 1 واحده واحده. أنا شغال حوالين محور واي، يبقى ار ال 1 عايز ذراع العزم ده. ذراع العزم ده اللي هو كان بقى من الحلقة اللي فاتت ال 1 على 2 زائد، مش هنا كان في تركيز ار ال 2 مضروب في ذراع العزم اللي هو عبارة عن ال 1 زائد ال 2 على 2. ده بيعمل لي مع عقارب الساعة سي أنا عملته بالموجب. لسه في البي ووتر ده برضه جايب الموجب، البي ووتر مضروبه قلت ذراع العزم في الضغط الجانبي هو عباره عن تلت ارتفاع الميه بتاع الضغط، هنا واي اب ستريم او واي اب ستريم على الثلاثه. طب وهناك البي اس 1 ده عكسه، يعني بالسالب بي اس 1 مضروبه فين؟ الواي داون ستريم على 3. الإشارات اهي لسه قايلها من شوية، الحاجة الوحيدة اللي هتعمل العكس هو البي اس 1. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي يا شباب؟ باشمهندسين أحمد يا كامل، أحمد أيوة هندسة فاهم حاجة؟ أيوة معاك. أه تمام تمام. طب ايه رايكم ناخد بقى حاجه كده بالارقام؟ عندي سؤال. ما سؤال بس معلش. حد بيقول حاجه؟ ايوه ايوه باشمهندس انا معاك. انا فاروق. هو اسمه ده اللي هي البي بي دبليو واحد دي بي ووتر واحد او بي اس واحد؟ بي اس واحد؟ اه مالك؟ عدي الرسمه، عدي الرسمه كده بس عشان مش شايف على الشاشه. انت لسه ما صحتش من نومه في روم؟ لا انا صح. طب اه
اللي هي البي اس واحد دي يعني احنا واخدينها يا بتلف مع عقرب الساعة ولا عكس عقرب الساعة، عشان كده خدناها بالموجب. بص يا سيدي، هنا في الحل فرض ان اللي يمشي مع عقارب الساعة بالسالب تمام وعكس عقارب الساعة بالموجب، ماشي. الحمل بتاع البلاطة والحمل بتاع السايد ووك مع ولا عكس؟ يعني مع عقارب الساعة والبي ووتر الموتر مع عقارب الساعة والبي اس واحد ده دي ولا العكس بقى؟ طيب بس كده تمام ماشي ماشي. ماشي. في حد عنده مشكلة قبل ما نبدأ في مسابقة الأرقام؟ تمام. بص يا شباب، ده عبارة عن مثال بسيط كده، كان مديني فيه قطاع في الداون ستريم، مديني واي داون ستريم، ومديني الاس عرض الفتحة، وعايز تصميم الإنشائي للباك. أول حاجة ممكن أقلي البغلة دي خرسانة عادية. أول حاجة بجيب الـ R أو الـ TB اللي هو السمك البغلة، وعبارة عن السبان أو الإس على 3/4. إيه السبان الإس؟ عشان الناس بعد كده يجي قبل الامتحان أو يجي يذاكر إيه السبان يقعد بقى يخترع بقى. لا، السبان هو الإس عرض الفتحة إس من 3/4، فخدتها بـ1.5. الـ H بير هنا الأكبر من حالتين اتنين، الـ Y أبستريم زائد نص. طب وهنا ما قاليش اي حاجه عن الهيدنج اب عشان اجيب واي اب ستريم. بس المساله لما تيجي في الامتحان يا شباب، تيجي مساله كامله ازاي اللي ممكن يجيب لك مساله طويله عريضه من اول كروس سيكشن تقعد تصمم هيدروليك، وبالتالي يجيب تصميم ستراكشر وتكمل حل، او ممكن يجيب لك مسالتين اتنين، واحده تصميم هيدروليكي واحده تصميم انشائي. لو جاب لك مثلا واحده على طول تصميم انشائي ما جابلكش سيرة عن الهيدنج اب، فباخد الواي اب ستريم هي اللي هي الواي داون ستريم. الواي اب ستريم 6 زائد نص بقى بـ6.5. طب الحالة التانية اللي هو رود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص 1، الرود ليفل كان عندي بـ17.5 ناقص البيد ليفل بـ10 ناقص 1 يبقى 6.5. هي المفروض ديت دي نص صالحة دي 17.5. ماشي كده، جبت ارتفاع البغلة وسمك البغلة. ارسم بقى، ارسم قلنا ده عبارة عن السايد فيو بتاع البغلة وعليه الكوبري. الكوبري كان بيديهولي في المسألة دي، كان بيديهولي عرض البلاطة 8 متر والسايد ووك 1 متر يمين وشمال. منساش عرض الجروف الثانوي بـ4 من عشرة، المسافة من الجروف الثانوي لحد أول الكوبري 1 متر، والجهة التانية هو هنا خدها من أول السايد ووك لحد البوابة الأساسية بـ1 متر، من متر لمتر ونص. وعرض الجروف الثانوي 6 من عشرة، والمسافة ما بين البوابتين بـ1 متر، وجروف الثانوي بـ4 من عشرة. كانوا شغالين زمان اللي هي بالميل، اللي هي الميل ازاي؟ الميل 2:1، وشوف هيقطع فين تحت، وبالتالي هيجيب مين ال L effective. فالمسافة من أول البوابة الثانوية للبوابة الثانوية اللي هناك كي كلها طالعة، ثواني، احنا لو عايزين نجمعها كده يا شباب، ايه الايفكت من غير الميل ده؟ مالناش دعوه بالميل ده عشان ما ندخلكوش في المتاهات. اسلام معاك يا بندر، افتح على حاسبه كده. حاضر معاك. اول حاجه من اول الجروف الثانوي احنا شغالين من اول هنا كده 1 متر. تكتب معايا اسلام؟ معاك يا بندر. ماشي، 1 متر زائد 10 زائد 1.5 زائد 6 من 10 زائد 1 متر. ده اللي تعملوه في الامتحان يا شباب، ده اللي افكتيف. 14.5 كام؟ 14.1 14.1 آه. ماشي،
وهنا كان حاسبها يا شباب 13.25 عشان هنا حسب عن ميل، بس انت في الامتحان هتحسبها من بواب الثانوية. بواب الثانوية ما بدخلش نفسك في موضوع ميول خالص عشان ما عندكش هنا تحليل الكوبري. ففرضا عشان بس الارقام اللي هي طلعت 13.25، جي عايز يركز بقى المسافة ما بين مركز الكوبري لمركز البغلة، والمسافة ما بين حمل الونش او الـ W جيت لمركز الكوبري اللي هي مسافة A و B، اجيبها منين؟ منساش انا ما باجي احلل او ما باجي ارسم القوة او العزوم، برسمها على البلان بتاع البغلة. قلنا البغلة بتعامل معاها هي اللي افكتيف اللي هو 13.25، وسمك البغلة اللي هو 1.5. وبجيب اول حاجة الديد لود، اول حاجة بجيب الاون ويت بتاع البير، هو عبارة عن اللي افكتيف في ارتفاع البغلة، في سمك البغلة، في الجاما خرسانة عادية او مسلحة، هنا كان عيل على خرسانة عادية، اللي افكتيف 13.25 في ارتفاع البغلة 6.5، في الار 1.5، في جاما 2.2، وخلي بالي من الوحدات، ممكن ده اللي بالكيلو نيوتن او بحاجة فيها سنتي كيلو جرام ولا سنتي. طلعت معايا 284.2 طن. الاون واي بتاع البريدج، قلنا اون واي بتاع اي حاجه في الدنيا عباره عن الحجم في الوزن النوعي، الحجم مساحه الكوبري في طول الكوبري، مساحه الكوبري اللي هو سمكه في عرضه الكوبري. عرض الكوبري هنا كان على طول 10، انا دخلت السايد ووك فيها على طول، عرض الكوبري هنا كان على طول 10 كان. طب طول الكوبري اللي هيأثر فيه، احنا قلنا هو شغال من سنتر لاين الفتحة لسنتر لاين الفتحة اللي بعدها، اللي هو عبارة عن S زائد R، اللي هو كام؟ 5 زائد 1.5، 5 اللي هي S و R اللي هي 1.5. فجاما طبعا ده كوبري خرسانة مسلحة بضرب في 2.5. والأون ويب بتاع الجيت لو مش مديهالي، اللي هو الأون ويب بتاع الجيت اللي هو الديد لوب بتاعها 15 طن لو هو مش مديهالي. يبقى كده الحالة اللي هي سيمبل خالص من غير ما احسب اي حاجه خالص، بجيب ال N normal dead load، normal dead load من غير اي حالات تحميل، بجمع ال on weight بتاع الجيت وال on weight بتاع البريدج وال on weight بتاع البير. عايز اجيب بقى المسافه ال A دهيت والمسافه ال B. المسافه ال A يا سيد الخضر اللي كان بيسأل في أول السكشن، هي عبارة عن اللي إفكتيف على 2 ناقص عرض البلاطة على 2 اللي هي 8 على 2 ناقص السايد ووك. في حاجة بس يا شباب، الناقص ديت ما تفتح القوس دي يعملها زائد ودي يعملها زائد. تاني اللي إفكتيف على 2 زي ما احنا شرحناها من شوية، اهي تاني نشرحها تاني عشان انا وعدت السيد اشرحها له. المسافه ايه ده، هي جبتها منين؟ مش انا عندي في هنا بعد الكوبري السنتر لاين بتاع البغله، السنتر لاين بتاع البغله اللي هو ده اللي هو البي بير ده، بيبعد عن السي جي بتاع الكوبري مسافه اسمها ايه. انا عايز اجيب قيمه الاي دي مش من اول هنا السنتر لاين ده لحد اول الفتحه بتاعه الجروف دي هتقل افكتيف على 2. طب انا عايز قيمه الاي دي، هطرح شويه دول اللي هي عبارة عن 1 متر ناقص 1 متر سايد ووك ناقص اللي هي عرض البلاطة على 2، هيطلع لي قيمة الـ AD. فالناس هتعمل ايه؟ اللي افكتيف على 2 اللي هي 13.25 على 2 ناقص 8 على 2 اللي هي عرض البلاطة، اعمل دي زائد اللي هي 1 سايد ووك زائد الواحد ديت المسافه ما بين اللي هي الجروف الثانوي الى اول السايد ووك اللي هي المسافه دي. المسافه بي ده هشوف السكشن الثانيه عشان فيها تصليح بس فيها تعديل. البي ده هي اللي هي مسافة ما بين الاون ويب بتاع البوابة والسنتر لاين بتاع البير. لو السكاشن التانية تاخدها اشرحها لكم، لو مش تاخدها مش هتوجع دماغك بيها.
الحالة بتاعت الديد لود بجيب لها العزم ام واي. يبقى انا كده تاني عشان ما توشي، اول حاجة ما بستلم المسألة بجيب الديد لود الاون ويت اللي عندي بتاع البير وبتاع الكوبري، وبجيب النورمال ديد لود وبجيب الام واي. طب في حاجة يا شباب، لو هو مديني الديد لود بتاع الكوبري قال لي ده الديد لود عموما، ما جابليش اي سيره عن البلاطه ولا عن الكلام ده، بكتب الديد لود زي ما هو يدولي بالظبط. يعني ايه؟ هنعرف في المثال شرح اخر السكشن اللي هو الناس كلها الدفعه كلها تشتغل عليه. انا جمعت دلوقتي الان ديد لود، هو عباره عن مجموعه الاون ويت بتاع البير بتاع البريدج وبتاع الجيت، وبعد كده هجيب الام واي. الام واي عباره عن ايه؟ الدبليو بريدج مضروب في الاي ناقص الدبليو جيت مضروب في البي. هشوف انا الناس لو هتشرح موضوع البي ده هشرحه لكم، ولو هيدخل معايا الدبليو جيت في الحل ولا لا. تاني حاجة بشتغلها بجيب الأحمال نتيجة اللايف لود وحالة التحميل بتاعتي، اللي هما الحالتين اللي بجيب فيها الام واي، والحالة اللي بعدها اللي هي الحالة التانية بجيب فيها ام واي وام اكس. الكيس بتاعة الام واي بسميها كيس اوف سنجل مومنت. أهم حاجة فيها إنك ترسم الرسمة بتاعتها، أهم حاجة فيها إنك ترسم الرسمة بتاعتها صح عشان تعرف تطلع الأحمال دي صح. غير الأرقام بتاعتها، عشان مش متاح دلوقتي قدامي الرسم بتاعتها، فالناس تراجع الأرقام دي بعد إذنكم. ليه ار ال 1 وار ال 2 زي ما احنا عملناها هناك بالظبط، هي رموز كاتبينها هناك رموز، هنا نعوض عنها بأرقام بس. ار ال 1 وار ال 2 والبي ووتر، وجبت النورمال لايف لود وجبت الام واي، ده من الحالة الأولانية. أي حالة سواء ديد لود أو لايف لود بجيب النورم وبجيب المومنت. الكيس الثانية اللي هي ام اكس وام واي، أنا بحمل ربع بلاط الكوبري يبقى في البوابة اللي فوق، وبفتح البوابة الثانية جزئيا. جبنا الار ال 1 والار ال 2 والبي ووتر والبي اس 1 والبي اس 2، وبناء عليه جبت الام واي والام اكس. ثواني يا أحمد كامل. أحمد. أيوه هندسة. معايا يا أحمد؟ أه معاك. توت ولا لسه؟ لا لسه. طيب تمام. بعد كده هصمم بقى بناء على إيه؟ بصمم بناء على الحالة بتاعة الدبل مومنت اللي فيها ام اكس وام واي. طب واحده واحده كده، اول حاجه برسم القطاع بتاعي اللي هو بتاع البغله اللي هو اللي افكتيف مضروب في التي بي بتاعه البغله. عرض البغله هنا 1.5 واللي افكتيف بتاعي 13.25، والمحور بتاعي اكس والمحور بتاعي واي. طب بعد كده بجيب شويه خصائص من القطاع ده اللي هو المساحه 13.25 × 1.5، الاي اكس والاي واي الموازي في العمود التكعيب على 12. طب بعد كده بحط الاحمال الموجوده
على القطاع بتاعي، ايه الاحمال والعزوم الموجوده على القطاع بتاعي. اول حاجه بجيب من الدبل مومنت، هنا اشتغل على الحالتين اتنين، الدبل مومنت والسنجل مومنت. انا اول حاجه احلها هنا الدبل مومنت. الدبل مومنت كان عندي العزم اللي بيلف حوالين محور واي كام؟ بسالب 246.17. ومنساش وانا بحل على اللايف لود بس ولا بحل على اللايف لود والديد لود، انا بحل على التوتال لايف لود وديد لود. بص عشان الناس ما تتلخبطش، انا اول حاجه عملت ايه؟ جبت الاحمال نتيجه الديد لود، بعد كده عملت حالتين اتنين تحميل لللايف لود، حاله سنجل مومنت ام واي وحاله دبل مومنت ام واي وام اكس. طب وبعد كده هرسم القطاع بتاعي وهبدا اصمم. طب هرسم القطاع بتاعي واحط الاحمال بتاعي والعزوم بتاعتي بناء على ايه؟ اللي هي كومباينيشن او مزيج ما بين الديد لود واللايف لود، مره الديد لود مع السنجل مومنت، مره الديد لود مع الدبل مومنت. انا دلوقتي مرسوم قدامي الديد لود مع الدبل مومنت، واحده واحده الديد لود مع الدبل مومنت. طب العزوم بتاعتي اول حاجه قلنا الام واي عندي زي ما احنا قلنا فرضنا اللي هي عكس عقارب الساعه، قصدي مع عقارب الساعه بالموجب، سوري، مع عقارب الساعه بالسالب، سالب 246.17. طب ال 34 و34 دي جت منين؟ دي الام واي نتيجه الديد لود، ثواني، كانت طالعه بالموجب، بالموجب يعني عكس عقارب الساعه. يعني انت توحد كده مسالتك من البدايه، انا هشتغل مع عقارب الساعه بالسالب وعكس عقارب الساعه بالموجب او العكس، بس توحد. يعني مش مثلا تيجي في حاله السنجل مومنت تعملها مع عقارب الساعه بكذا وما تروح هناك في الدبل مومنت تعمل عكس الكلام، لا تضرب معاك الارقام خالص. انت توحد من اول مساله، عارف مساله الاناظر فيها فرض مع وعكس عقارب الساعه، توحدها من اول المساله. نكمل. وطبعا حاله الديد لود ما فيهاش ام اكس، جبت الام اكس كمان في حاله الدبل مومنت. ام اكس كانت عندي بسالب 80.54 يعني مع عقارب الساعه. الناس تحط هنا بس كده سالب، بعد كده بعوض في القانون بتاع الاجهادات اللي انتوا كنتوا واخدينه في الاساسات، اف واحد اتنين سالب الان على الاي موجب او سالب ام اكس على اي اكس في الواي موجب او سالب ام واي على اي واي في الاكس. ايه الواي وايه الاكس؟ الواي مقصود بيها اللي هو الواي على اتنين، والاكس مقصود بيها اللي هو الاكس دي على اتنين، هو اللي افكتيف على اتنين. يعني الواي هو عباره عن التي بي على اتنين، والاكس هو عباره عن اللي افكتيف على اتنين. عوضت اهو الان على الاريا، طبعا انا عندي الان دي كلها عشان عندي كلها اشارات واحده، لان اللايف لود كنا مطلعينها كام؟ ان لايف لود الان على الاريا يا شباب، الان ديت اللي هي 380 ديت كانت جايه من الديد لود، ثواني ماشي. طبعا كل نورمال اللي عندي كله ضغط، مفيش حاجه شد، الان على الاريا على طول، يعني هجمع القيم. ال 380 دي الناس تكتب عليها دي بتاعه الديد لود، واللي بعدها اللي هي 1633 اللي هو جمع الاحمال بتاعه اللي جايه من اللايف لود في حاله الدبل مومنت على الاريا، لسه جايبها من شويه، موجب او سالب ام واي على الاي واي في الاكس، قلنا الاكس هي عباره عن اللي افكتيف على 2، موجب او سالب ام اكس على اي اكس
في الواي، قلنا الواي هي عبارة عن 1.5 على 2، طلع عندي بإشارة سالب 41 طن على المتر تربيع وموجب 1.5 مئة في المية. أنا بقارن دلوقتي وأنا شغال دلوقتي البغلة، يعني أنا شغال على خرسانة وليس بيرين كابستي، يعني بقارن قيمة الضغط ديت بإيه؟ بالإف سي، بحيث اللي هي لا تزيد عن الإف سي. الحالة التانية كيس أوف سنجل مومنت، باخد شغال دلوقتي الديد لود مع السنجل مومنت، يعني الديد لود باخد النورمال ديد لود وباخد الام واي اللي جاي من الديد لود وباخد الام واي اللي جاي من اللايف لود وباخد الان لايف لود اللي جاي من السنجل مومنت برضه، فجمعت النورمال وجمعت المومنت وعوضت في اف 1 2 نفس القانون بالظبط، وقارن القيمتين دول بحيث اللي هم لا يزيدوا على اف سي اللي هي مقاومه الخرسانه، دي الناس تصلحها برضه اف سي مش اف 1. عندكم استعداد يا شباب تاخدوا الفلور ولا قفلتوا؟ باشمهندس ايوه، هو انت او حضرتك ممكن تعيد اللي هي الحاله الاولى دي تاني؟ اللي هي بقى هي دي اللي احتاجنا منها السنجل مومنت صح؟ حاله التحميل الاولى هي اللي جبنا منها السنجل مومنت بالظبط. اه طب حاله التحميل الاولى ممكن حضرتك تشرحها تاني لو في وقت يعني؟ اللي هي النظري نفسها؟ عايزه انا ما ركزتش فيها، مش عارف. حاضر اشرحها تاني دلوقتي. حاضر، في حد عنده حاجه تانية؟ عندي حد سريع يعني بعدين تحضره. نعم، حالات التحميل يعني سنجل ودبل. حاضر، يعني دلوقتي على حالات التحميل الحالة الأولى تاني صح؟ ولا قصدك حاجة تانية يا باشمهندس؟ صح ولا قصدك حاجة تانية؟ صح تمام. تمام. ماشي. عايز الحالة الأولانية بتاعة التحميل يا باشمهندس أسماء، صح كده؟ أيوة يا باشمهندس، حالة التحميل الأولى. تمام، طب نبدأ من أول اللي هي خالص اللي هي حالة التحميل اللي هي الأولانية. إحنا قلنا أول حاجة أول ما بسم مسألة بجيب الديد لود الموجود عندي في الإيه في المسألة. تاني حاجة حالة التحميل دي تخص حالة اللايف لود بس، في عندي حالتين اتنين تحميل. الحالة الأولانية بتجيب لي أو بطلع منها حالتين اتنين، نورمال ديد لود وعزم ام واي، لان حاله التحميل دي مش هيحصل عندها عزوم غير الام واي بس. طب ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها كالتالي، انا عندي الكوبري، انا شغال بصمم بغله، فاخدت سنتر لاين من نص الفتحه نص الفتحه اللي بعدها، فبالتالي خدت حاله التحميل بتاعتي نص الكوبري حملته وقفلت البوابات كلها اللي في الابستريم، فاللي حصل عندي ايه؟ اللي حصل عندي ضغط جانبي على البوابات في الابستريم، وحصل عندي
النص التحميل اللي انا عملته على الكوبري، يعني خدت نص الكوبري كده حملته، وقفت العربيات كلها في نص الكوبري، وقفت الناس كلها في نص اليمين اللي على الكوبري، وقفت الناس كلها في السايد ووك بتاعتها، وهشتغل ازاي؟ اول حاجه اللي بيحصل عندي، انا عايز اجيب القوه اللي نتيجه تاثير الاحمال الموجوده على نص اليمين بتاع الكوبري. انا عندي الديد لود بتاع الكوبري بيبقى مديهولي في المساله مثلا بواحد 75% زي ما مديهولي، وعندي الديد لود بتاع السايد ووك 4/10، قصدي اسف ده اللايف لود 4/10 واحد واللايف لود، انا اسف لان اصلا شغال حاله لايف لود. اللايف لود اللي عندي بتاع العربيات بيبقى مديهولي ب 75% بواحد طن على متر تربيع، وكذلك برضو السايد ووك اللايف لود 4/10. بجيبه ازاي؟ عندي قوتين اتنين، قوه جايه من العربيات بسميها ار ال 1، وقوه جايه من الار ال 2 بتبقى من السايد ووك، وفي عندي ضغط جانبي جاي من الميه نتيجه ان انا قفلت البوابات دي تامه، يعني قفلتها من غير ما فيش اي حاجه تعدي من تحتها، عملت ضغط جانبي. ضغط جانبي بمثلث، مثلث الضغط بتاع المية زي ما احنا عارفينه وشرحته من شوية. واجيب القيم دي ازاي؟ اول حاجة اجيب الار ال واحد ازاي؟ الار ال واحد عبارة عن قوة، اي قوة في الدنيا عبارة عن ضغط في مساحة. الضغط اللي هو مديهولي اللي هو الحمل الحي بتاع العربيات مديهولي بواحد طن على متر تربيع. المساحة اللي عندي اللي بتأثر فيه الحمل ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن العرض ده في الطول ده، العرض ده ال واحد. طب الطول ده كام؟ مش من اول الطرف ده لحد السنتر لاين ده اس على 2 اللي هو نص فتحه، وهنا برضو اس على 2، ودي التي بي، فما جمع على بعضها اس زائد التي بي او اس زائد الار. طب اللايف اللي هو الار ال 2 اجيبه ازاي؟ برضو 4/10 في المساحة اللي بيأثر فيه، المساحة اللي بيأثر فيها الصغيرة دي الاتنين في الطول ده كله اللي هو S زائد الـ R. ده اللي أنا جبته. أما بي ووتر بجيب الـ E الضغط الجانبي بتاعه عبارة عن جاما في الـ H بس H upstream، وأركز القوة. طب المثلث ده البعد التالت بتاعه، البعد التالت بتاعه جبته من هنا أهو، بيأثر في على إيه؟ بيأثر عندي مش عندي البوابة دي، انا باخد من السنتر لاين السنتر لاين اه. طب العرض ده كله كام؟ البوابه دي عباره عن اس على 2 ودي عباره عن اس على 2، في شويه صغيرين بيأثر عليهم الميه في الاول خالص اللي برضو عباره عن التي بي، خدتها سمك البغل. فعندي المسافه اللي هي البعد الثالث اللي هو الاس زائد الار، بناء عليه جبت النورمال نتيجه اللايف لود، وجبت العزم اللي بيحصل حوالين محور واي. طب العزم اللي بيحصل حوالين محور واي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الار ال واحد اهي، نجيبها من فوق احسن شوية اهي، الار ال واحد في مسافة ال واحد على اتنين، والار ال اتنين في مسافة ال واحد زائد ال اتنين على اتنين، زائد منساش اللي فيه عندي ضغط جانبي. اي ضغط جانبي؟ مش انا جبت هنا ركزت المثلث، طب وزراع العزم تلت الارتفاع اللي هو واي اب ستريم على 3. ماشي يا باشمهندس اسماء؟ تمام يا باشمهندس. تمام. مين بقى اللي كان بيسال عايز حاله التحميل؟ انا ايهاب يا باشمهندس. طب فهمت كده الحاله الاولانيه يا ايهاب؟ الله يبارك فيك. طب الثانيه نقولها ولا واضحه؟ يعني لو سريعه كده يعني اعدي عليها بس دي. طيب حاضر. الواحد في اول السكشن بس. ماشي. الحالة التانية اسمها الدبل مومنت. يعني ايه دبل مومنت؟ يعني بيحصل لي اتنين عزم ام واي وام اكس. طب ايه اللي بيحصل؟ بيجيب لي كوبري ويحمله بطريقة معينة. ازاي؟ ادي عندي البغل اهي البلام بتاعها، بيجيب ربع الكوبري اللي فوق ده وبيحمله، وبيقفل البوابات اللي فوق وبيفتح اللي تحت جزئيا. طب ايه اللي هيحصل؟ عندي برضو نفس الكلام، بس بدل ما يكون عندي الطول اللي بيأثر بتاع الكوبري اس زائد الار، اللي هيبقى نص مسافه بس اس زائد الار على 2. والضغط الجانبي اللي هيحصل البي ووتر، هيحصل عندي هنا ضغط جانبي بيوتر زي الحاله اللي فوق بالظبط، ونتيجه اللي انا فتحت
البوابات دي جزئيا، فالميه عدت من تحت، تحت البوابه وفتحت هنا، وميه زي ما احنا عارفين بتسحب، فعملت ضغط جانبي في الجهه الثانيه اسمه بي اس واحد. البي اس واحد ده هو هو برضه جبت الجاما في الاتش، بس الاتش تبقى بتاع مين بقى؟ هنا في الداون ستريم، في ارتفاع الداون ستريم. طب وهنا البي اس 2 ديت، البي اس 2 ده برضه داون ستريم. كل اللي هيفرق المسافه اللي بيأثر فيها هي ايه. طب نشوفها بتيجي منين. اول حاجه الار ال 1 جبناها قبل كده، والار ال 2 والبيوت برضه نفس اللي فوق. الجديد بقى البي اس 1 والبي اس 2. البي اس 1 قلنا نتيجة المية عدت من هنا، فأوقات شوية بيردم ويأثروا على البوابة دي برضه. فالبي اس واحد عبارة عن تركيز المثلث اللي احنا خدناه، ماشي، بس المسافة أو البعد اللي هيأثر فيه هو هو برضه اس زائد ار على اتنين زائد اس زائد ار على اتنين. فبالآخر كلها على بعضها اس زائد الار. طب البي اس اتنين، البي اس اتنين دي الضغط الجانبي بتاعها القيمة نفسها، بركز برضه المثلث. طب بركز المثلث، المسافه اللي بيأثر فيها ايه؟ مش دي كلها ال افكتيف، بس القيمه دي صغيره قوي فبتهمل، فبيسموها ال افكتيف ناقص الاكس. الاكس دي بواحد متر اللي ما بين البوابه الاساسيه والبوابه الثانويه. وبحسب بعد كده بجيب النورمال، انا ما عنديش برضه غير ال واحد وال اتنين، وبجيب الام اكس، ايه الحاجات اللي بتعمل عندي عزوم حوالين محور اكس؟ ايه ده محور اكس بتاع اللي هو ده، البلاطه دي هتعمل لي عزم حوالين محور اكس، والبي اس 2 هتعمل لي عزم حوالين محور اكس. في حاجه تانية؟ لا. طب ايه اللي يعمل لي عزم حوالين محور واي؟ برضو البلاطه ديت والبي ووتر والبي اس 1 دي. اي بي في الدنيا او اي ضغط جانبي هنا هتعامل معاه ذراع العزم هو تلت الارتفاع الميه اللي بيأثر فيه، سواء بقى هو اب ستريم ولا داون ستريم. ماشي يا عم ايهاب. شكرا لك. ماشي، عايزين ناخد حتى المثال اللي هو بتاع الشيت اللي هو اللي نزل لكم، عايزين ناخد حتى في الجزء بتاع البغلة ده، ونسيب الجزء بتاع تصميم القعدة السكشن الجاي ان شاء الله. بص يا شباب، ده الشيت السادس، انتوا المفروض تحلوه، انا اصلا معزل لكم حله. يعني ايه بقى اللي في الشيت ده؟ بيقول لي فيجر واحد شو داون ستريم اوف مين كانال كروس سيكشن وير ا ريفورس كونكريت ريجوليتور ويل بي كونستراكتد ذا ريجوليتور هاز 3 فنت، يعني عند الان ب3 واتش سبان ب5 متر ويز ابير 1 متر سيكنس، يعني مديني كمان التي بي او الار. ذا بريدج ويدث از 10 متر ويز تو سايد ووك 1 متر، يعني عرض البلاطه 10 متر وكل سايد ووك بواحد، يعني عرض الكوبري كله 12. ده اللي كنت بحكي فيه. ذا بريدج از سلاب تايب ويز 60 سنتيمتر سيكنس، ذا ماكسيمم ديسشارج باسنج ثرو ريجوليتور ويز 50 متر مكعب على الثانيه. مديني سمك البلاطه بتاعت الكوبري ومديني التصرف. شوف دلوقتي احنا هنحتاج ايه. مديني بقى كان السايد سلوب، ده الحاجات بتاعت الكروس سيكشن، ومديني الجاما بالك والجاما ساتوريتد والسي، الحاجات بتاعت التربه اللي حوالين الانطره اللي هي الردم اللي يأثر على الحيطان بعد كده. مديني بيرين كاباستي، خلي بالي مديني بالسنتي ومديني بالكيلو جرام. سبيسيفيك مديني الجاما كونكريت بكام والجاما كونكريت الخرسانه المسلحه بكام. مديني دي بقى اللي احنا عايزينها، الديد لود، الديد لود بتاع الكوبري 75%، واللايف لود 1 طن. الديد لود شوف مديني ايه، مديني حاجتين اتنين، ديد لود بتاع الكوبري واللايف لود بتاع الكوبري. حد جدع يستنتج حاجه من هنا؟ رجاله، وفي بس حاجة يا شباب، أنا شايف قدامي كام واحد حاضر؟ 1 2 3 في 3 ب9 10 11 12 13 14 15 16، 16 واحد بس اللي حاضر. هو في بس عايز أفهم يعني.
يا احمد الناس فين يا احمد؟ احمد كامل ايه هندسه زميلك فين؟ مش عارف والله. في عندكم امتحانات او كده يعني؟ لا لا بيجهزوا بقى للفاينل. بيجهزوا الفاينل. اه شفت يا عم اسلام والله هندسه بلغتهم امبارح. ما انا عارف ان والله ما هو اصلا ميعاد السيكشن احنا لو 11 وربع في ميعاد السيكشن اهو. شفت الناس قاعده الناس قاعده بتجهز الفاينل وانتوا قاعدين بتحضروا السيكشن. الله اعلم يا باشمهندس ممكن اكون تعبانين. الامتحان اتاجل اسبوعين. نعم الامتحان اتاجل صبر نازل يا باشمهندس ربنا يستر. هو الامتحان اتاجل انت جبت دي منين يا ابني؟ والله لسه شايفينها دلوقتي. طول بتاع اجتماع النهارده تأجلت أسبوعين؟ الله أعلم بس هو في خبر نازل بس مش عارفينها كده ولا لا يا باشمهندس. الخبر جايبينه منين يعني؟ بوست يعني على الفيس يعني؟ جايبين خبر كده من رئاسة الجمهورية نازل على الانستجرام. انت يعني دي هيبقى من يوم مفيش حاجة رسمية نزلت يعني؟ ضمد على الوزير. هي هندسة وفي ورقة نزلت كده على الجروب بتاع وزير التربية والتعليم تأجيلها يبقى 30 يناير. بجد والله؟ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات. ممكن تبعتها على ال ممكن تبعتها على خلاص يا عم هتقرص. أبعتها لك على هندسة. ماشي. دي معناها حاجة كبيرة يا شباب. أنتوا عارفين معناها إيه؟ أنا حتى أصلا أقول... الحضور اتلغى أصلا. إحنا كان عندنا حضور الأسبوع ده واتلغى. جات جروب الواتس يا باشمهندس. تمام ماشي. عارفين معناه الامتحانات تتأجل دي معناه ده مصيبة باشمهندس. الخطر حوالينا في كل مكان هنا وعادي يعني هنعمل إيه؟ الحكاية مش كده. ده ممكن تاخد محاضرات زيادة. ما دي أيوه المنهج ما هو كله هيقعد يدي فينا لحد ما نخلص. ربنا يستر ربنا يستر. نكمل اقول انا يا عم الديد لوب بتاع البريدج ومدين اللايف لود. لو انتوا خدت بالكم قبل كده في او في اللي احنا شارحينه من شويه الديد لوب بتاع البريدج هو الاون ويت. ده معناه ان انا مش هجيب بقى الاون ويت بتاع البريدج اللي هو عرض الكوبر في تخنت الكوبر في الكلام ده ماشي. واللايف لود مديهولي بواحد و السايد ووك مديني باربعة من عشرة طن على متر تربيع. ده برضو اللايف لود مديني الاب ستريم الحيطان اللي فيه بوكس. طيب مديني الاف سي يو والاف اس والاف ييلد والكيو الاوبل عشان لما نجيب قيم التسليح ان شاء الله السكشن الجاي ان شاء الله اللي هو الاضافي. يعني على كده يا باشمهندس بقى مش هنجيب ابعاد هنخش نحسب على طول مش هنجيب ديزاين يعني هنروح نحسب تسليح الحديد على طول. لا هو مديني الحاجات دهيت اللي هو الاف اس والحاجات ديت عشان لما شفت مش احنا طلعنا عزوم. تمام انا قصدي دلوقتي مش يعني ممكن نخش ان احنا نعمل نطلع التسليح على طول من غير ما نعمل خطوات اللي هي تصميم البغله والكلام ده. ممكن احنا نفرده بقى على اساس التسليح. طب اصبر الاخر اصبر الاخر اصبر ما تستعجلش على رزقك. شوف هو مطلوب ايه اصلا. مطلوب كومبليت ستراكشر ديزاين وذا ريجوليتور ستراكشر بارتس ار سي بير وار سي فلور. هتجيب لي التسليح على طول بقى ازاي؟ تمام استعجلت بقى. استعجلت انت. تاني حاجه بقى وتالت حاجه الناس على طول بتنساها وللاسف على درجات درجات محترمه يعني بول درو بلان هاف ايرث ريموفد قطاع طولي للانطره showing all protection work side view cross section. تاني حاجة draw all reinforcement detail of beer and foundation. يا باشمهندس
ثواني يا سيد ثواني. ايوه سيد بيه، انا بحسب النت فصل عندك ولا حاجه يا باشمهندس. لا ما تقلقش يا حبيبي. تاني حاجه بيقول لي درو عايز تفاصيل التسليح بتاعه البغله وبتاعه الاوعيه. يعني على فكره الحاجات دي في المحاضره اللي هي الدرو ديت، بس انا منزلها لكم صور لو انتم خدتوا بالكم. نفتحها كده سريعا. قطع كده يا شباب. شباب معاك يا باشمهندس، دي التفاصيل بتاعت اللي هي الايه دي بتاعت الحيطه، عشان في روب هنا كده في تفصيل عندكم بتاعت البغله لو هي خرسانه مسلحه. خلي بالك لو هم ده خرسانه عاديه تبقى فيها تسليح ازاي، عشان برضو يكون الناس ما تهبطش كده اي هبده، ولاش اه ده رسمتين اه مرجعهم له. في تفاصيل الحيطان لو طلب منك اللي تفاصيل التسليح بتاعه الحيطان، تفاصيل التسليح بتاعه اللي هي البغله هنديها لكم ان شاء الله مع السيكشن الجاي ان شاء الله لو هي مش موجوده في الصور دي. ده اللي هو القطاع بتاع منزوع الأتربة، ماشي؟ ده القطاع اللي هو اللي ده الدرو، ده الرسم اللي هو بتاع القطاع الطولي. ترسمه الاتنين مكتوب دول رسمه كله ده يا باشمهندس؟ ايه؟ مكتوب ترسم كله؟ يعني لو رسمت اللي هو بص اللي تحت ده اهو، اللي تحت ده اهو يكفي انك ترسم نصه، يعني ارسم نصه وخلاص. كتير برضه هو كروك، وانا بقول لك ارسمه والله انا دليتك عليه وبراحتكم، يعني اللي مستغنى عن انا بقول لك انا دليتكم عليه وللاسف عليه درجات، يعني ممكن يعني الرسمتين دول اقل حاجه عليهم 6 درجات ولا حاجه. باشمهندس ايوه ينفع بعد يعني اخر اي سيكشن بعد كده تبص لنا بس على سنتين توضح لنا بس اللي فيهم؟ ايوه على ما تقول شرح حاجه اللي بس اللي بيتكلم بتقول ايه؟ بتقول ايه اسلام؟ ينفع بعد ما تخلص سيكشن اي سيكشن جاي يعني تبقى توضح لنا الرسمتين؟ رسمتين؟ اه رسمتين بالظبط البلان والفيجن بتوع الانطر يعني؟ اه بس بعد ما نخلص ماشي. يعني حاجات ورا ماشي مفيش مشكلة. حاضر. دي على فكرة الشهادة بتاعت البغلة، لو قال لك بغلة خرسانة مسلحة مفيش واحد يتذاكى وحافظ كده مش فاهم، هو أساسا قايل له البغلة خرسانة عادية وتلاقيه حاطط له تسليح، بس قيم التسليح ده اهي احنا هنجيبها من التصميم. ماشي يا شباب. وقيمة والتسليح بتاع الفلور هدول برضه ان شاء الله. اتفضل. هو ممكن يفرض علينا ان انا نصمم البغلة ان كان خرسانة عادية او مسلحة؟ اه طبعا هو في المسألة موافقني في مش لسه فاتح الشيت من شوية. بيقول لي عايز خرسانة ايه؟ نوع البير ايه؟ انا فكرت احنا اللي بنفرطها يعني يا باشمهندس. لو هو مش كاتب لك انت تفرضها نفرطها عادية اسهل يعني. نعم؟ نفرطها عادية بتكون اسهل مولي. بس هو غالبا بيجبرك على حاجة، وغالبا هو بيحددها لك يعني. في حل الشيت أول حاجة رسمت السايد فيو بتاع البغلة، حطيت عليه البوابة بتاعتي بالأبعاد بتاعتي، وحطيت الكوبري بالأبعاد اللي هو اللي عليه 10 متر وواحد متر يمين وواحد متر شمال، وفرضت المسافة من السايد ووك لأول فتحة البوابة 1.5 متر. ماشي. وعرض البوابة الأساسية والمسافة بينهم، وعرض البوابة الثانوية المسافة بينهم، والتي بي على 2.5 قوس اللي بقى بره. جاب بعد كده ايه اللي افكتيف، خدها من أول البوابة الثانوية لحد البوابة الثانوية اللي هناك طلعت 16 و16 أو 16 1 من 10.
وجبت ال بير كلها وجبت ال اتش بي ارتفاع الاغلى الرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص واحد. الناس تصلح دي شباب اللي بعدها ديت دي طلعت باربعة ونص. الناس تصلح بعدها ديت اللي هي واي اب ستريم واي اب ستريم وارتفاع منسوب الميه في الاب ستريم. قلنا طالما مش مديني منسوب الميه في الاب ستريم او مفيش معلومات الهيدنج اب باخد. لو فتحت القطاع قدامك هتلاقي 7.5 ده منسوب الميه. ومديني سمك البغله اللي هو الار او التي بي بواحد وعندي ارتفاع البير بكام 4.5 زي ما احنا سالين من شويه. اول حاجه قلت ايه اجيب الديد لود. الديد لود بتاعتي بجيب اللي هو الان النورمال بجيب للبير اول حاجه الاون لود بتاع البير او الدبليو البير هنا سميها دبليو البير عباره عن اللي افكتيف في ارتفاع بير في التخانه في الجاما الار سي يعني اللي كان بيسال هو هنا مجبر ده خرسانه مسلحه ولا عاديه. هنا تلاقي في المساله قال لك والبغله من الخرسانه المسلحه بس اقرا كويس. عوضت ارتفاع عند ال افكتيف عندي والاتش بير عندي والتي بي. التي بي هي المفروض التي بي ديت تبقى بواحد مش بواحد مش ب 2.5 بواحد مضروب في الجاما ار سي ب 2.5 طلعت 181. بعد كده الدبليو ديد لود اللي هو قصده بتاعت البريدج بس تكتب يعني قصده بتاعت البريدج جابها منين بقى؟ قلت طالما عندي مديني الديد لود بتاع البريدج ما احسبش الاون ويت هو مديها لي خلاص. طب اجيبها ازاي؟ بقول دبليو ديد لود دبليو ديد لود ماشي في 12 في 6. ايه ال 12 وايه ال 6؟ 12 دي عرض الكوبري وال 6 دي اللي هي الاس زاد الار. كان مديني عرض الفتحة الاس ب 5 والار او التي بي ب 1 تمام. تاني دبليو ديد لود او الاون ويت او الدبليو بتاعت البريدج هي عبارة عن ديد لود 75% في 12 ال 12 دي عرض الكوبري في الاس زاد الار اللي هي 5 زاد 1 اللي هي 6 طلعت بكام؟ ب 54 طن. بعد كده W اللايف لود انا دلوقتي شغال على الحالة الاولانية بتاعة الكوبري W لايف لود اللي هي كانت كنا واخدينها في الكوبري كنا مسمينها R L1 بيديني الحمل الموزع اللي عندي بواحد في عرض البلاطة مع 10 في الاس زائد الار 6. دبليو لايف لود للسايد ووك اللي هي كانت بتسمى كنا بنسميها هناك ار ال 2 نفس الكلام برضو 4 من 10. السايد ووك هي المفروض على فكره دي يا شباب على فكره نص بلاطه. المفروض انا شغال في الحاله الاولانيه نص بلاطه عشان يكون بس ايه كلام واضح. انا شغال في الحاله الاولانيه بتاعت السنجل مومنت ام اكس نص بلاطه عشان بحمل نص بلاطه اللي على اليمين اللي هي عباره عن المفروض يبقى 10 على 2 اللي المفروض تبقى واحده سايد ووك بس. هنشوف الحل اللي نازل لهم بناء عليه. نكمل تمام. بصوا يا شباب واللي حل الحل ده مهندس ادريس. فهنا عمل ايه بقى المهندس ادريس؟ قال لك الحاله الاولانيه مش احنا كنا واخدين الحاله الاولانيه بتاعت ديد لود وبعد كده سنجل مومنت وبعد كده دبل مومنت. الحاله الاولانيه ما خدهاش بس ديد لود، خدها ديد لود وخدها دخل كمان معاه اللايف لود جاب الان ماكسيمم جمع الديد لود بتاع اللي هو اللي فوق ده بتاع البير وبتاع الديد لود ده اللي هو ال 54 وجمع اللايف لود اللي ماشي على الكوبري عرض الكوبري كله واللايف لود برضو اللي ماشي على السايد ووك في الجهتين الاثنين
وجاب منها النورمال، جاب منها الـ M واي، والـ E واي ده هي الـ Y هي اللي احنا واخدينها اللي هي الـ A. الـ A اللي هي كانت مسافة هنا كده، الـ A كنا واخدينها الـ A اللي effective على الاتنين. حد يفتح معاك الحاسبة كده؟ افتح كده يا اسلام الحاسبة. اسلام معاك افتح كده الحاسبة. اللي افكتيف على 2 اللي هو 16 و1 على 2 5.8 او 5%. ماشي يعني ناقص افتح قوس ليبريدج على 2 اللي هو عبارة عن 10 على 2 زائد 1 زائد 1 1 و5%. تمام، يبقى الاي واي ده مقصوب بيها اللي هو الاي، فكل الاختلاف اللي حصل دلوقتي اللي هو زود معاه اللايف لود في الحاله الاولانيه. احنا شغالين ثلاث حالات، حاله الديد لود هو زود معاها اللايف لود ودخلها. طالما الناس كلها تشتغل بالطريقه حلو بالطريقه عشان تكونوا كلكم زي بعض. ماشي، وبناء عليه جاب الان ماكسيمم وجاب الام واي اللي هو جمع على طول الدبليو ديد لود واللايف لود بتاع العربيات المعديه والسايد ووك وضربها كلها في الاي واي اللي هي مسافه الاي دي. ان الكلام ده مش ماشي المفروض نكمل كده. طلع من الحاله الاولانيه لان ماكسيمم والام واي. الحاله الثانيه اللي هي كيس اوف مومنت نفس الكلام برضو، حمل نص بلاط الكوبري وعمل فتح وقفل البوابات اللي فوق، فعملت مثلث ضغط جانبي. وجاب منها النورمال والمومنت برضو. كده عنده نورمال مومنت طالع من الحالة الأولانية ونورمال مومنت طالع من الحالة التانية. بعد كده دي المفروض اللي هي الدبل مومنت على فكرة. حمل بنفس الطريقة اللي احنا خدناها اللي هي ربع البلاطة بتاعة الكوبري اللي فوق، وقفل نص البابا اللي فوق. خليك كده معايا يا شباب نفتح المحاضرة. بسم الله. كيس اوف ماكسيمم. يا شباب اول حاله قفلنا البوابات وحمل نص البلاطه اللي على اليمين. حالة الدبل مومنت حمل ربع البلاطة وقفل ديت وفتح دي جزئية. بصوا يا شباب أنا عايز حد يحل لي الشيت دوت بالأرقام، بس هو برضو ياخد في اعتباره اللي هو يدخل معاه اللايف لود في الحالة الأولانية والحالة التانية والحالة التالتة زي ما احنا شغالين عادي بالظبط. بعد كده اللي هو الديزاين بتاع القعدة هناخد إن شاء الله السكشن الجاي.
ماشي يا شباب. يعني هندسة الشيت المحلول دوت فيه حاجة غلط ولا فيه حاجات ولا هو صح ولا؟ ما انا بقول لك اهو، كل الاختلاف الوحيد اللي هو دخل معايا اللايف لود، دخل معايا اللايف لود في الحل ازاي، اللي هو الحل الاولانيه مش كنا بنجيب الديد لود بس لوحدها، ما دخلش معانا اللايف لود، لا هو دخل معايا كمان اللايف لود في حساب في اول حاله. طبعا احنا كنا حاسبين اللايف لود برضه. لا افتكر كده اول حاله خالص. معقول؟ ما لا كانش فيها لايف لود. حسبنا يا باشمهندس لايف لود. نعم في الحاله الاولى مش احنا حسبنا لايف لود؟ افتح لكم ان شاء الله. هو بس يا باشمهندس عمل حسبناه يا باشمهندس. افتح لك هو شير سكرين. بصوا يا شباب، اول حاله احنا كنا بنجيب على طول اللودز الاحمال الديد لود اللي عندي بس، ما دخلتش هنا خالص سيره خالص لايه لللايف لود. حتى هنا في على فكره في المساله ما جابش اي سيره خالص عن الجيت ولا وزنها ولا اي حاجه خالص، فانت برضو ما تاخدهاش معاك في الاعتبار. احنا هنا كنا مطلع ان ديد لود والام واي نتيجه الديد لود بس، ان ازود معايا اللايف لود، خد اللايف لود معاك في الاعتبار. طب انزل كده يا باشمهندس، عايزك الصفحه اللي بعديها. حاضر. اهو سنجل مومنت. كمان شويه. ايوه في ان لايف لود اهي. ماشي، الحالات التحميل نتيجه اللايف لود بس. هنا الحل حل ايه خد معاه في اول. بص احنا شغالين ثلاث حالات، اول حاجه حاله المفروض دي بتبقى لوحدها كده بس، حاله الديد لود، وبعد كده يلعب في اللايف لود. فاخد اول مره خالص حاله اللايف لود، دخلها في الديد لود معاه مش مشكله. انه لايف لود بقى يعني على البلاطه كلها ولا نصها ولا ربعها؟ على البلاطه كلها وعلى السايد ووك كله. ايوه تمام ماشي باشمهندس. تمام ايوه. ما هو حضرتك كنا في الكوبري الترم اللي فات كنا شغالين حالتين، كنا بناخد الديد لود فول ديد لود على كامل طول البلاطه، بتحمل بقى لايف لود بحيث تجيب ماكسيمم مومنت. هو ممكن يكون عمل نفس الحل يعني. والله الناس تحل الشيت ده وتبص على الارقام اللي هي طالعه، لان بصراحه ده اكتر حته، حتى واحنا طلبه برضو اكتر حته كان فيها ناس بس تفيد الريكورد ده. صح.